ستارت ريكوردنج، اهو ابتدى فعلا يعمل ريكوردنج. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعه احنا محاضره النهارده، انا عايزك تطلع كراستك وتكتب معايا العنوان ده. اكتب كده ايه؟ برايس كنترول. اكتب كده ايه؟ برايس كنترول. يعني ايه برايس كنترول؟ يعني ان الحكومه بتتحكم في السعر. الحكومه الجفرمنت هي شايفة إن في برايس موجود في الماركت بتاع السبلاي والديماند اللي خدناه المحاضرة اللي فاتت، هي بتعمل إيه؟ بتغير في السعر ده، بتتحكم في السعر ده. فاكرين المحاضرة اللي فاتت يا جماعة لما قلنا الماركت إيكواليبريم؟ فاكرين ماركت إيكواليبريم؟ قلنا إن هو ديترمايند وين مين هو إيكوال هو؟ مين إيكوال مين؟ لما الكوانتي ديماند الكوانتي سبلاي الكوانتي ديماند الكوانتي سبلاي بالظبط. لما الكوانتيتي ديماندد بتساوي الكوانتيتي سبلايد، او الكوانتيتي سبلايد بتساوي الكوانتيتي ديماندد. لما التو كوانتيتيز سبلايد وديماندد الاثنين بيساووا بعض. او قلت لك لما جينا رسمنا بالرسمه، فاكرين لما رسمنا الرسمه كنا عاملين كيرف ده، فاكرين الكيرف ده كان اسمه ايه؟ لما الكيرف بتاع السلايد ده سبلاي سبلاي والتاني اخو التاني اسمه ايه؟ ديماند 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 ديماند. الاثنين لما بيحصل بينهم سميناها اسم، سميناها اسمها ايه؟ انترسكشن. انترسكشن بالظبط. بوينت اي بالظبط. بوينت اي اللي هي الانترسكشن بوينت بتوين سبلاي كيرف اند ديماند كيرف، هي دي النقطه بتاعت الماركت ايكواليبريم. يبقى الماركت ايكواليبريم يا اما كوانتيتي ديماند بتساوي كوانتيتي سبلاي، او ان سبلاي كيرف انترسكت ويز ديماند كيرف. لكن قلت لك حتى سؤال المحاضره اللي فاتت، هل ينفع اقول لك ان الديماند بيساوي سبلاي؟ هل ينفع؟ لا 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 لا، معنى ان هم بيساووا بعض يعني منطبقين على بعض، وهم استحاله ينطبقوا على بعض في حاله الماركت ايكوليبريم. ده هم بيتقاطعوا بس في نقطه معينه عندها الكوانتيتي ديماند بتساوي الكوانتيتي سبلاي. المهم انا عايزك تعمل ايه بقى؟ البرايس ده ساعات الحكومه ما بيعجبش الحكومه. فاكرين البرايس بتاع الماركت ها there is tendency ولا no tendency to change؟ فاكرين؟ There is no tendency to change. قلنا الماركت ايكوليبريم برايس no tendency for price to change، واتفقنا ان هو عامل شبهناه بحاجه. حد فاكر شبهناه بايه؟ شبهناه بايه؟ بلعبه كنا بنلعب بيها واحنا صغيرين، بالماجنت. بالماجنت الماجنت اللي بنلعب بيه بالظبط، الماجنتيك، الحاجه الماجنتيك اللي بتجذب ليها الاشياء. طب فاكرين كان في ظاهره خدناها كانت فوق لما يكون at any price higher than equilibrium price، كانت اسمها ايه الظاهره دي؟ سيربلس. الله عليكم الله عليكم، ايه العيال الشاطره دي؟ سكشن ام ده انا فخور بيه جدا والله العظيم. جميل. طب فاكرين الظاهره اللي كانت بتحصل ات اني برايس لوور ذان ايكوليبريم برايس كانت اسمها ايه؟ مين اكبر من مين؟ مين اكبر من مين؟ الكوانتيتي ديماند اكبر من الكوانتيتي سبلاي. قلت لك انسب الظاهره للاكبر، فالديماند الاكبر، يبقى عشان كده اسمها اكسس ديماند او شورتج. هل البرايس بتاع الاكسس ديماند بيكون ثابت ولا تند تو تشينج؟ لا مش ثابت، تند تو انكريز. يحصل فيه انكريز ولا ديكريز؟ انكريز انكريز. احنا عملنا مراجعه لولبيه جهنميه على المحاضره اللي فاتت في 3 دقائق. جميل جدا. تعال بقى نشوف مع بعض. كتبت العنوان ده برايس كنترول؟ كتبته؟ اكتب انك موجود معايا في المحاضره على البورد بالظبط، ونكتب جنبه ايه بقى ده؟ اكتب كده ايه ده معناه ان الحكومه بتتحكم في السعر. اكتب كده من اول مصدر لانجوج عادي، اكتب الحكومه بتتحكم في السعر. Government control the price. بص يا جماعه، مبدئيا الحكومه بتتحكم في السعر بطريقه من اتنين. اكتب تحتها كده في حاجه اسمها برايس فلور، ده واحد. واكتب جنب برايس فلور ده بنسميه يا جماعه، برايس فلور ده بنسميه اسم غريب شويه، بنسميه مينيمم برايس. برايس فلور ده بنسميه مينيمم برايس، مع ان الاسم ده انا عارف انك هتتعاركوا معايا دلوقتي بس في الاول، بس بعد كده انت نفسك هتقتنع بيها. اكتب كده ايه بنسميه؟ مينيمم برايس. مينيمم برايس، برايس فلور ده مينيمم برايس. يعني ايه مينيمم برايس؟ يعني حد ادنى للسعر. حد ادنى للسعر، الحكومه بتحط حد ادنى للسعر ما يقلش عنه، اقل سعر يتباع بيه السلعه. يبقى اول طريقه ان الحكومه تتحكم في السعر حاجه اسمها برايس ايه؟ كتبت برايس ايه؟ برايس فلور. فلور اللي هو ايه؟ مينيمم ولا ماكسيمم؟ مينيمم برايس. يعني حد ادنى للسعر، حد ادنى للسعر. كتبنا الكلمتين دول؟ جميل. طيب الطريقه الثانيه اكتب اتنين اكتب اتنين
price ceiling. Maximum point, maximum price. بالضبط. Price ceiling ده بنسميه maximum price. والاثنين عكس بعض. يعني انت لو فهمت الاولى هتفهم الثانية. Maximum price. حد اقصى للسعر. بالضبط. اللي هو بنسميه حد اقصى للسعر. Maximum price اللي هو حد اقصى للسعر. ممتازين يا شباب. يبقى شباب الحكومة بتعمل price control بكم طريقة مبدئيا؟ بالطريقتين. الطريقه الاولى اللي هي البرايس فلور. البرايس فلور مينيمم ولا ماكسيمم؟ مينيمم. نقف. الطريقه الثانيه برايس سيلينج اللي هو مينيمم ولا ماكسيمم؟ ماكسيمم. تعالى بقى نشوف مع بعض ايه المينيمم ده وايه الماكسيمم ده، ايه البرايس فلور ده وايه البرايس سيلينج ده، ايه الفرق بينهم؟ تعالى نشوف الفرق بينهم اسهل مما نتخيل. تعالى نبتدي كده معايا بالسبلايز بتاعتك، حط عنوان في نص الصفحه زي ما انت شايف كده اهو، اكتب لي في نص السطر بتاعك عنوان وحطه في سامبوكسه في دايره واكتب ايه؟ برايس فلور، اكتب 1 برايس فلور. كانه ده عنوان جديد اهو، سلايد باينه قدامك اهي. اكتب كده العنوان اللي ظهر قدامك ده برايس فلور. واتفقنا ان برايس فلور ده قلت لك من شويه ده مينيمم ولا ماكسيمم؟ مينيمم. مره ثانيه، مينيمم ولا ماكسيمم؟ مينيمم. ده اللي هو اسمه برايس فلور ولا برايس سيلينج؟ برايس فلور. برايس فلور. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل مع بعض شويه ملاحظات بالظبط على رقم واحد. هنكتب اربع ملاحظات. هنكتب الملحوظه الاولى وتحتها نحط رسمه. والملحوظه الاولى انا واثق انك في الاول مش هتفهم حاجه ولا يهمك، اهم حاجه صحتك، بس اوعدك انك بعد ما تخلص الملحوظه كتير هتكون فهمت كل حاجه. بصوا يا جماعه، اكتب اول ملحوظه، اكتب كده ايه تحت العنوان ده، اكتب طبعا ملحوظه هامه بغباء جدا خالص قوي زي ما اتعودنا في المحاضرات بتاعتنا كلها، ملاحظاتنا كلها مهمه جدا. اكتب كده واحد، برايس فلور از مينيمم برايس. عيد الكلمه تاني، برايس فلور از مينيمم برايس. مينيمم برايس. مينيمم برايس. مين اللي بيحطه؟ اتفقنا ده مين اللي بيحط المينيمم برايس؟ احنا الجفرمنت. بالظبط. اكتب كده مينيمم برايس سيت باي ذا جفرمنت، حتى مكتوبه قدامك اهو، سيت باي ذا جفرمنت. سيت باي ذا جفرمنت اللي بيحطه الحكومه. طب الحكومه بتحط السعر ده فين يا جماعه؟ بص يا جماعه، البرايس فلور دايما اللي هو المينيمم برايس اللي هو الحد الادنى للسعر، عشان ينجح السياسه دي لازم يكون هاير ذان ذا ايكوليبريم برايس. لازم يكون فين يا جماعه؟ هاير ذان ذا ايكوليبريم برايس. لازم فين يا فندم يكون فين؟ هاير ذان ذا ايكوليبريم برايس. لو كان لور، لو كان تحت السياسه دي مش هتجيب نتيجه، مش هتحوق. فعشان تحوق لازم يكون هاير ولا لور؟ هاير. هاير. بالظبط. فانت كتبت في رقم واحد ايه؟ مينيمم برايس. مينيمم برايس. اكتب كده ايه؟ وكتبت سيت باي ذا جفرمنت. اكتب كده ايه؟ هاير ذان. هاير ذان. هاير ذان. اعلى من. هاير ذان. اهو. هاير ذان. ايكواليبريم برايس. انا بخطط لك حتى بعمل لك اهو مربعات. هاير ذان ايكواليبريم برايس. جميل. طب انتوا مش بيفكركوا السعر لما يكون هاير ذان ايكوليبريم برايس بيفكركوا في المحاضره اللي فاتت بظاهره كانت اسمها ايه؟ اكس سبلاي. حلو جدا. اكس سبلاي او سيربلس. فاكرين المحاضره اللي فاتت لما قلت لكم هل البرايس اللي عند الاكس سبلاي او السيربلس هل البرايس ده بيكون مستقر ولا تند تو ايه؟ تند تو ديكريز. بص بقى، ستوب بقى. فواحد يقول لي ايه؟ طب يا دكتور احمد، طب ما لما الحكومه تحط سعر يكون هاير ذان ايكوليبريم برايس، طب ما السعر دوت هيقل. اقول لك لا، الحكومه لما بتحط السعر ده يا جماعه اللي اسمه برايس فلور هاير ذان زي ايكوليبريم برايس، الحكومه مش هتسمح ان السعر ده تو ديكريز تو فول. ات از نوت بيرميتد to fall. It is not permitted to price floor to fall. الحكومة حاطة السعر ده عشان يفضل مستقر ما ينخفضش. فاكتب اعمل سهم جنب، انت كتبت equilibrium price واكتب جنب equilibrium price اعمل سهم. اكتب كده ايه؟ It is not permitted to fall. It is not permitted to decrease.
مش مسموح انه ينخفض، مش هسمح الحكومه. هو ازاي ده سعر حد ادنى وفي نفس الوقت اكسس؟ هقول لك. عارف عارف، اسمعي كلامي بس، خديني على قد عقلي بس، اسمعي اسمعي كلام مني وهقول لك، هقنعك والله هقنعك ان انت هتقنعيني بعدها بشويه. اسالي اتقل. اكتب كده ايه، اعمل سهم بس جنبها كده، is not permitted to fall او is not permitted to decrease. اكتب اللي انت عايزه اهو، is not permitted to fall. ليه يا فندم؟ ليه مش مسموح انه ينخفض؟ لان انا قلت لك في الاول دي تسعيره، مين اللي حاططها؟ مين اللي حاططها؟ الجفرمنت. وحطها تسعيره اجباريه، تسعيره اجباريه. انا اللي حط السعر ده جبري، الناس اللي في الماركت الكونسيومرز والبروديوسرز اجبر عليهم يتعاملوا بالسعر اللي انا حطاه، وهو سعر هاير ذان ذا ايكوليبريم برايس ومينيمم، انت مجبر تتعامل بيه. يعني السعر ده يعتبر فالنتري ولا اوبليجاتوري؟ اوبليجاتوري. يعني اجباري. فانت طبعا ان هو از نوت بيرميتد تو فول، افتح قوس كده، اكتب جوه قوس ايه، اوبليجاتوري برايس، اهو مكتوبه قدامك اهو، انا حتى معمل لك عليها دايره. اوبليجاتوري برايس يعني ايه؟ اوبليجاتوري برايس يعني سعر جبري اجباري هتتعامل بيه، مفيش مفر، هتتعامل بيه يعني هتتعامل بيه. اوكي. طبعا بعضكم ازاي هو هاير فوق ومينيمم؟ المفروض طالما انه هاير يبقى مش مينيمم، المفروض يبقى ايه؟ ماكسيمم. يبقى هو هاير ومينيمم برضه. انا مصر. ليه بقى؟ هقول لك ليه دلوقتي. بص يا جماعه، عشان تفهم ليه، عشان تفهم يعني ايه دوت، دي سياسه شباب الحكومه بتستخدمها عاده في القطاع الزراعي وفي سوق العمل. ازاي؟ ان ساعات الحكومه طبعا ما ترسمش حاجه، ما ترسمش حاجه، بس بص ركز، انت باين قدامك اللي انا بعمله، مش كده؟ مش واضح ليك؟ شايفين الرسمه اللي برسمها دي؟ بص يا جماعه، ده السبلاي وده الديماند، ده السبلاي والديماند بتاع القطاع الزراعي. مثلا سلعه استراتيجيه زي الرز او القمح بينتجها، بيزرعها المزارعين الفلاحين في الارياف، وعندها نقطه التوازن اي، والايكوليبريم كوانتيتي عباره عن كيو، والايكوليبريم برايس عباره عن بي 1. اهو جبنا الايكوليبريم كوانتيتي والبرايس. لما تيجي تقول للفلاح ازرع الرز وهتبيع الاردب بالبرايس ده، هتبيع الرز بيتباع، الفلاحين بيبيعوا حاجه اسمها الاردب، تمام، وحده قياس معينه. فالفلاحين قال لهم ايه؟ الحكومه او ده سعر الماركت مش الحكومه. يعني ايه سعر الماركت؟ سبلاي وديماند وزاوت اني جفرمنت انترفنشن، مفيش تدخل حكومي خالص، ده الحكومه سايبه السبلايرز واللي هم الناس الكونسيومرز اللي بيشتغلوا في الديماند يتعاملوا مع بعض، ده بيع وشراء، يحددوا السعر مع بعض واتفاق بين السبلاي والديماند. فافرضوا ان سعر الارداب كان 100 جنيه، كان 100 باوند دولار استرليني ايا كان، الفلاحين يقول لك ايه؟ يقول لك يا نهار ازرق، السعر ده صحيح وسعر الماركت بس خراب بيوت لينا. فاكرين لما قلت لكم في المحاضره اللي قبل اللي فاتت جدي كان بيزرع ايه؟ فاكرين؟ الله يرحمه. بيزرع ايه؟ الرز. رز بالظبط كده. بصوا يا جماعه، جدي الله يرحمه كان ساعات بيحصل كده معاه، يلاقي ان سعر الارداب بالرز في الماركت ب 100 جنيه. جدي يقول لك ايه؟ يقول لك يا نهار ازرق، يجمع خوالي كده، اخوات امي الله يرحمها هي كمان ومعظم خوالي الله يرحمهم هم كمان، يقول لهم يا جماعه بصوا يا شباب، دلوقتي السعر ده هيخسرنا، احنا بنجيب عمال عشان يفلحوا الارض، بنأجرهم، بنديهم اجور ويجز، بنجيب تقاوي، بنجيب سماد، بنجيب كيماوي، ال 100 جنيه دول مش هيغطوا التكلفه بتاعتنا، ال 100 جنيه دول موقفين علينا بخساره، انا مش هيغطوا لي تكلفه انتاج الاردب. فجدي كان بياخد قرار. فاكرين قلت لكم كان جدي بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيغير النوع اللي هيزرع، بيغير المحصول، يقول لك انا مش عايز، انا على جثتي اني ازرع رز. وكان بيحصل ايه يا جماعه؟ ان فلاحين كتير غيره بيعملوا نفس الكلام، فلاحين كتير جه غيره يقول لك احنا مش هنزرع رز السنه دي. طب يا جماعه سؤال بذمتكم، هل في بيت في مصر ما بيستهلكش الرز كل يوم؟ ها؟ لا في طبعا يا جماعه، انا عندي في البيت انا كل يوم لازم يتحط قدامي طبق رز كل يوم يوميا على الغداء، سواء كنا بناكل سمك، بناكل ملوخيه، بناكل لحمه، ما بناكلش خالص الرز ده. انا حتى بعشق حاجه اسمها الرز باللبن، السبانخ بتتعمل بالرز، كل حاجه في الدنيا داخله فيها الرز. انا بالنسبه لي ده انا فاضل لي شويه احط على الشاي اللي بشربه رز، وغير كتير على فكره، غير كتير. الرز بالنسبه لنا سلعه استراتيجيه، فلما الحكومه تلاقي ان الفلاحين قرروا ما يزرعوش رز عشان السعر ده سعر قليل، هل دي حاجه في صالح الاقتصاد بتاع بلدنا؟ ها؟ لا المحصول بتاع الرز هيقل.
الرز كده يا جماعه هيقل جدا، المعروض بتاعها هيقل. طب الناس كده هتمسك في الحكومه، الناس هتقول لها حكومه فين الرز؟ الحكومه تقول لهم وانا مالي، وانا اللي بزرع الرز، ده الاراضي بتاعت منتجين في القطاع الخاص، روحوا قولوا لهم، يروحوا قولوا لهم ما بتزرعش رز، يقول لك لان ال 100 جنيه مش مكفيوني. غلوا الرز شويه، يقول لك مش هنغليه، ده سعر الماركت. عارفين اللي بيحصل يا جماعه؟ الحكومه تقوم متدخله في الماركت، تعمل ايه بقى؟ تقوم مدوره على سعر وما ترسمش حاجه، دور على سعر يكون سعر ماله اعلى من سعر الماركت، عشان تغري المنتج، عشان تغري جدي اللي عنده ارض وقرر يزرعها برسيم، ان يزرعها اي محصول تاني غير ده. معلش يا جماعه اللي عنده المايك يقفل المايك بتاعه. اوكي؟ اوكي. اهو فتيجي الحكومه تعمل يا جماعه، تقوم محدده سعر برايس اهو يكون اعلى من السعر ده، والسعر ده يسموه يا جماعه بيسموه مينيمم برايس. يعني ايه مينيمم برايس؟ واحد يقول لك ازاي واعلى واسمه مينيمم؟ ازاي اعلى ومينيمم؟ اقول لك يا فندم بص، الحكومه تعمل ايه؟ تقوم مطلعه قرار حكومي ان الحد الادنى لبيع الارداب بالرز 200 جنيه. الارداب بالرز مش هيتباع ب 100، هيتباع بكام؟ ب 200 جنيه. مين اللي حاطط السعر ده يا شباب؟ مين اللي حاطط السعر ده؟ الحكومه الجفرمنت. فتعمل ايه بقى؟ الفلاح يقوم يفرح ولا يزعل؟ ايه رايكم؟ الفلاح يفرح ولا يزعل؟ يفرح. يفرح. الحكومه حست بيا، الحكومه لقيت ان ال 100 جنيه دول مش هيغطوا، مش هيفتحوا بيتي، مش هيخلوني اعلم ولادي، فانا ادور على محصول تاني او اجرب في الارض. الحكومه تقول له لا يا عم، لا تجرب ولا غيره، انا عايزك تزرع الرز لانه سلعه مهمه جدا، وانا هعمل لك بروتكشن، هخليك الحد الادنى لبيع الارداب 200 جنيه. فالفلاح يقول لك ايه؟ الله، انا هزرع رز من الصبح. جميل. لما الفلاح يزرع الرز ويروح يبيع المحصول في السوق، تاجر الرز راح قال له بكام؟ قال له ببيع الحكومه قالت ب 200، قال له لا مش هشتري منك ب 200، هشتري منك ب 100. الفلاح يقول له لا، ده الحكومه قالت ب 200. عارف الحكومه تعمل ايه؟ تقول له ولا يهمك، ما تبيعش للتاجر، تعالى انا هشتري منك. الحكومه تقول له تعالى انا ضامن لك الحد الادنى، انا هشتري منك. فالفلاحين بدل ما يبيعوا للتجار بتوع الرز الكبار، يروحوا يبيعوا لمين؟ التاجر بيعرض 100، الحكومه بتعرض 200، يبيعوا لمين يا جماعه؟ الحكومه. الحكومه. طب تاجر الرز هيتخرب بيته، تاجر الرز هيتخرب بالظبط، تاجر الرز اتخرب بيته، يقول لك طب ده انا اصلا بتاجر في الرز اللي بشتريه من الفلاحين، والفلاحين مش عايزين يبيعوا لي لان انا عارض عليه 100، ده سعر الماركت، بس سعر الماركت ده مش مخليه، ما كانش مخليه يزرع، هو زرع عشان الحكومه قالت له هاخد منك الارداب ب 200. فيعمل ايه؟ يبتدي التاجر يحرك السعر رغم انه عارف ان هو سعر اعلى من سعر الماركت، يقول له بص على الاقل، على الاقل عشان يعرض على الفلاح سعر، اقل سعر يعرضه على الفلاح كام؟ 200. 200 زي الحكومه. جميل. طب لما يروح يعرض عليه 200 يقول له طب وانا ابيع لك ليه 200؟ طب الحكومه بتعرض عليا 200، فيعرض عليه سعر ايه؟ اعلى. اعلى اكتر. زي في تاجر بقى نازل الفلاحين يقول له انا عايز الحكومه بتعرض عليك كام؟ ده القرار. يقول له اقرا القرار، انت مش محتاج تقرا، اقرا القرار، الحكومه قالت ب 200، يا عم انا هبيع لك الارداب، هشتري منك الارداب ب 205. ايه رايكم؟ يبيع لمين؟ يبيع للتاجر. 205 بالظبط كده. يبقى بص يا جماعه اهو، يبقى باع منه اللي هيكسبه اكتر. بص يا جماعه، يعني اقل سعر هيتباع بيه المحصول في الماركت بكام؟ 200. او سعر ماله، او سعر ماله، او اعلى. اعلى، عشان كده اسمه مينيمم. بص يا جماعه، هو التركيبه غريبه. واحد يقول لك ازاي مينيمم يا دكتور؟ هو هاير، هو هاير عشان الحكومه بتحمي الفلاح اللي كان هيتشرد، اللي كان هيبور الارض، اللي بيزرع محصول هيخسره مش هيجيب همه، فانا بحميه اقول له لا تعالى ازرع يا عم الارداب وانا اضمن لك ان اقل سعر يتباع بيه 200. ازاي حكومة قالت له بس ازرع بس مالكش دعوه؟ الفلاح زرع، راح يبيع في الماركت، لقى التاجر بيقول له ب 100، قال له لا يا عم مش بايع. يروح يبيع لمين؟ للحكومه. جاله التاجر قال لك طب هتخرب بيتي، يعرض عليه له ب 200، يقول له لا يا عم، طب ما الحكومه بتبيع ب 200، بتشتري مني ب 200، هبيع للحكومه. فالتاجر يقول له طب 205، في تاجر تاني يقول له 210، في تاجر تالت يقول له 220، في تاجر رابع 230. يعني السعر بيبتدي من كام؟ من كام؟ من 200. 200 وايه؟ ونازل ولا طالع؟ وطالع. عشان كده طالع. عشان كده يعتبر ايه؟ طالع. حد ادنى مينيمم ولا ماكسيمم؟ يعتبر مينيمم. 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 فهمتوا بقى الفكره يا جماعه؟ فهمتوا بقى فكره المينيمم؟ فهمتوا؟ اللي اسمه مينيمم؟ اوكي. فانا عايز يا واد اكتب ايه؟ اكتب بقى كده معايا الملحوظه الثانيه قبل ما نرسم الرسمه بتاعتك، اكتب الملحوظه الثانيه. اكتب الملحوظه الثانيه. اكتب رقم 2. برايس فلور. اهو برايس فلور.
is الحكومة بتعمله ليه؟ بص يا جماعة، الحكومة بتعمله عشان الراجل اللي بيشتغل في القطاع الزراعي عمل له protection to protect agricultural producers and workers، عشان تحمي البروديوسرز في الاجريكالتشر سيكتورز والوركرز. يبقى انت اكتب رقم 2 price floor is to protect، اهو is to protect agricultural producers and workers، is to protect agricultural producers and workers. وانا هديك دلوقتي بالرسمة هوريك حتى حماية الوركرز ازاي الحكومة بتحمي الوركرز بالبرايس فلور، هوريك دلوقتي معايا، هأكد لك المعلومة. كم ملحوظة كتبناها؟ اتنين. جميل. نيجي ناخد بقى الملحوظة التالتة، تعال ناخد الملحوظة التالتة، بس دي مرتبطة بالرسم. عشان نفهم الملحوظة التالتة لازم نرسم. تعال بقى نكتب ايه؟ نعمل مع بعض رسم. طلعوا السبلايز بتاعكم، معاكم المساطر؟ معاكم الإقلام؟ ها؟ جميل. بصوا يا جماعة، تعال بقى نرسم ايه؟ ارسم معايا محورين. سمية بنتنا، ندى بسام، ندى سمير كامل، نهى ياسر واخواتها، ارسم معايا تحت الكوانتيتي تحت اهو، والبرايس فوق. كوبايه شاي. طب ما قبل ما تكلمي انجي سخني، طب الكاتل حتى. اوكي اوكي، يعني ممكن بس ماما تسخن الكاتل بس واحنا قافلين الميه. انا نفسي والله يا ريت تعملي لي كوبايه شاي معاك يا بنتي. اوكي. طبعا اتعملت اهو كوانتيتي تحت وبرايس فوق زي ما احنا متعودنا واحنا بنرسم الماركت ايكوليبريم. وتعمل ايه؟ تقوم طالع اهو فوق، تعمل هنا ايه؟ هتعمل هنا تقوم كاتب ده السبلاي، وترسم هنا تحت اهو الاخوه الثاني، الاخوه اللي هو في الاتجاه العكسي، وتعمل ده اللي هو الديماند. هتعمل ديماند وسبلاي، وبعد ما تعمل ديماند وسبلاي تعمل ايه؟ تقوم جاي تحدد نقطه الايكوليبريم، ماركت ايكوليبريم، ان هي النقطه اللي في النص دي نقطه اي. وريت تيجي عند في الجنب كده تكتب ماركت ايكوليبريم، اكتب كده ايه جنب ام دي ماركت ايكوليبريم. وكلمه ايكوليبريم مش لازم تكتبها كلها يعني عشانها كلمه طويله شويه، اكتب ماركت ايكوالي توازن، ماركت ايكوليبريم بوينت، ايكوليبريم بوينت نقطة توازن الماركت. بعد ما تعمل ده وتعمل ايه؟ تيجي من عند الايكوليبريم بوينت تنزل تحت ممتاز يا بنتي، تحت اهو احدد الكوانتيتي ونكتب عليها ما نكسلش، اكتب كده ايه؟ ايكوالي كوانتيتي، ايكوالي كوانتيتي يعني ايه؟ يعني كمية التوازن، ايكوليبريم كوانتيتي. وبعد ما عملت ده وتيجي على الجنب هنا اهو وتقوم حاطط هنا وتسمي ده ايه؟ ايكوليبريم برايس. الله عليك والعيال الشاطره دي، الله عليك. وتعمل هنا تقوم قايل لي ده اسمه ايكوليبريم، ممتازين يا شباب، ده ايكوليبريم برايس. جميل. بعد ما عملنا الايكوليبريم كوانتيتي والايكوليبريم برايس والايكوليبريم بوينت، خلصنا ده. تعال بقى نشوف مع بعض. اتفقنا من شويه انه البرايس فلور ها از هاير ولا لور؟ هاير. لازم يكون higher than than مين؟ equilibrium price. تعمل ايه بقى؟ ومحدد سعر يا شباب، حدد سعر، انت تعامل كأنك انت الحكومة، تحدد سعر يكون اعلى من سعر الإيكوليبريم ولا يكون اعلى منه، وتسمي السعر ده ايه؟ قلت لك البرايس فلور اسمه مينيمم ولا ماكسيمم؟ مينيمم. تقوم كاتب جنبه مينيمم برايس، سميه كده ايه؟ مينيمم برايس، مينيمم برايس، مينيمم برايس، مينيمم برايس، مينيمم بي. وتعمل ايه يا شباب؟ وتقوم جاي عند المينيمم برايس ده تقوم مادد خط، مد خط، خط مستقيم موازي بالمسطره بتاعتك. طبعا الخط بتاعك هيقطع الديماند في الاول ويقطع السبلاي بعد كده. قطع الخطين عندك، بعد ما يقطع الخطين اكتب على الخط ده في اخره، اكتب انه ده اسمه ايه؟ ده بنسميه برايس فلور. فتكتب فوق الخط ده اسمه ايه؟ اسمه برايس فلور. اهو ده اسمه برايس، ده اللي بيسموه في الحكومات بيطلق عليه برايس فلور، المينيمم برايس، الحد الادنى للسعر. جميل. طبعا انت هتلاحظ حاجه غريبه جدا لما جيت رسمت الرسمه بتاعتك. لحظه يا جماعه، انت خبطت لما طلعت من البرايس، خبطت في الاول، خبطت في كده،
ديماند ولا سبلاي؟ ديماند صح كده؟ هتنزل تحت، انزل 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 تحت يا شباب، وتحدد كوانتيتي. يبقى دي كوانتيتي كيو دي ولا كيو اس؟ كوانتيتي ديماند يعني كيو دي، يبقى ده انا عايزك تسميها كيو دي كوانتيتي ديماند. ممتازين يا شباب. وتعمل ايه؟ وتقوم جاي من عند نفس البرايس، هتمشي تمشي 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 بالخط المستقيم اللي بتاعنا، خبطت في الاس في السبلاي. الله عليكم. يبقى تحت تكتب كده كيو اس يعني كوانتيتي سبلاي. شباب افهم من الرسمه بتاعتك ان هو از بيجر ذان هو. مين اكبر؟ معلش يا دكتور، اخر حاجه قلتها ايه عشان الصوت قطع عندي؟ حاضر حاضر. مش انت وصلتي معايا عند المينيمم برايس؟ حددتي المينيمم برايس؟ حددت البرايس فلور. طيب اوكي، حددت البرايس فلور. فانت شايفه المينيمم برايس اللي انت حطيتيه اللي هو مينيمم بي؟ مش كتبتي مينيمم بي صح؟ مش كده؟ كتبتي أيوة في الجنب. ايوه. فالمينيمم برايس ده تعمل ايه؟ هتمشي تمشي تمشي. بصي يا بنتي، خبطت فين؟ في الديماند صح؟ تمام. لما نخبط في الديماند ننزل تحت، هاتي الكوانتيتي، يبقى دي اسمها كوانتيتي ايه؟ ديماند. ديماند دي يبقى اكتبي تحت الكيو دي. تمام. وتعملي نفس الكلام، امشي 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 امشي. كيو دي. خبطت في دوت، خبطت في مين المره دي؟ كوانتيتي سبلاي. يبقى تحت ده نسميها كوانتيتي سبلاي. مين اكبر من مين يا بنتي؟ مين اكبر من مين؟ كوانتيتي سبلاي اكبر من كوانتيتي ديماند. احنا نسبنا الظاهره دي للاكبر، طالما ان الكوانتيتي سبلاي دي الاكبر يبقى ده اسمه اكس سبلاي. جميل. انا عايزك تعمل ايه؟ بص يا جماعه، اللي هو الفرق بين الكوانتيتي ديماند والكوانتيتي سبلاي، اللي هو الفرق ده طبعا ده ممكن تعمله صوره قوس، تعملوا صوره. انا ده مش شكل، ده مجرد بس انا بوصل ما بين الكوانتيتي ديماند والكم. اهو الكوانتيتي ديماند تحت هي دي، والكوانتيتي سبلاي هي دي. الفرق بينهم ده هنكتب عليه ان هو اسمه ايه؟ ده اللي هو اسمه اكسس سبلاي. اكسس سبلاي او بين قوسين اللي اسمه ايه؟ سير بلس. فاكرين ولا بنسميه اي اس؟ اي اس اللي هو اكسس سبلاي او سير بلس، اهو اللي هو الفرق بين الكوانتيتي سبلاي اللي هي اكبر من الكوانتيتي ديماند. كده انا واضح من الرسمه. لما الحكومه عملت مينيمم برايس، لما الحكومه عملت برايس فلور، يبقى البرايس فلور واضح من الرسم كرييتس اكسس ديماند ولا اكسس سبلاي؟ اكسس سبلاي. عشان الديماند قل على عشان مش الديماند، عشان الكوانتيتي سبلاي عند البرايس الجديد اكبر من الكوانتيتي ديماند. فانا عايزك تعمل ايه بقى؟ دي الملحوظه رقم 3. اكتب بقى الملحوظه الثالثه حتى لو تحت الرسم. اكتب رقم 3. اكتب رقم معلش هو الاي اس بس، ممكن تقول عليه مثال؟ مثال يعني ايه مثال؟ مثال يعني ايه؟ مش انت حضرت انت حضرت المحاضره اللي فاتت؟ مش حضرت المحاضره اللي فاتت؟ هو انت كان عندي بايظ المحاضره. لا اوكي سمعت. طب انا نزلت الفيديو على اليوتيوب، شفت الفيديو؟ لا ما اعرفش. اوكي جميل. انت عندك بكره حاجه يا بنتي؟ في عندك اي محاضرات بكره؟ ما عندكيش محاضرات بكره؟ اوكي انا بكره موجود في الكليه من الساعه 12 ل 2، ويوم الاثنين موجود في الكليه من 12 ل 2. اختار اليوم اللي يعجبك، تعالي لي في مكتبي في الكليه، دي ساعات اوفيس اورز، وانا ليك عندي اشرح لك كل اللي ناقصك. اوكي جميل. بس خليني نمشي مع بعض بس ليه؟ المسافه بين الكوانتيتي سبلاي والكوانتيتي ديماند دي احنا سميناها في المحاضره اللي فاتت، سميناها ايه؟ اكس سبلاي او سيربلس. او اكد عليا في اخر المحاضره ان هقول لك نعمل ايه مع بعض. حاضر. اوكي يبقى ده يا جماعه اسمه اكسس سبلاي او سيربلس، بيساوي الفرق ما بين الكوانتيتي سبلاي والكوانتيتي ديماند. جميل. ونكتب كده ملحوظه رقم 3. اكتب كده ايه؟ برايس فلور. برايس فلور رقم 3. برايس فلور. برايس فلور كرييت. كرييت المفروض نقول كرييتس. كرييتس سيربلس بالظبط. اكتب كده كرييت سيربلس او اكس سبلاي او بين قوسين اللي هو بنسميه اكس سبلاي. كرييت سيربلس او بين قوسين اللي هو بنسميه اي اس اللي هو اكس سبلاي. طب واحد يقول لي طب دكتور معلش، لما يحصل سيربلس يعني في فائض؟ يعني ايه فائض بقى اللي بنتنا كانت بتسال عليه شويه؟ يعني هخليه برايس يو اس. بص يا جماعه، بص يا جماعه، لا بص يا جماعه، هنا الكوانتيتي سبلايد عند السعر الجديد ده واضح ان هي اكبر من الكوانتيتي ديماند. عارفين ده معناه ايه؟ ان المنتجين في بلدنا اللي بينتجوا الرز، جدي بقى واصحابه الفلاحين بقى بيطلعوا اكتر من اللي بنحتاجه بالظبط، من الناس بتستهلك. عمال سؤال فزرعوا بزياده.
بالظبط. طمعه بقى في قال لك ده الحكومه بتقول لك بدل ما تبيع الرز ب 100 انا هشتري منكم الرز ب 200، ففي ناس بقى بيشتروا منهم الرز ب 205 210 220 230، فطمعوهم ان يعملوا ايه في الكوانتيتي سبلاي، ينتجوا اكتر بكتير من الاحتياج، فالحكومه ينتجوا اكتر. بالظبط. مين السبب في الظاهره دي؟ الحكومه. فالحكومه تعمل ايه؟ تقول للفلاح انا عشان انا اللي خلقت الظاهره دي اللي اسمها سيربلس او اكس سبلاي، انا كحكومه از فورسد مجبره ان اشتري السيربلس برودكتس. الحكومه هي اللي هتكون مجبره انها تشتري الكميه الزياده دي، لان المنتجين الزراعيين ما تكونش هيشتروا الكميه دي. بالظبط، هي اللي عملت كده. فاللي حضر العفريت هو اللي يصرفه. بالظبط. انت يا حكومه الا قلتي لي لو انت انتجت، لو انت انتج انت بس رز وانا هخليك تاخد 200 جنيه في الارداب. طب انا انتجت بس انتجت بزياده يا حكومه، طب ما حدش راضي يشتري منك الكميه الزياده دي، مين اللي يشتريها منه؟ الحكومه، وتشتريها بالاجبار. فتكتب كده ايه جنب اللي انت كتبته ده؟ برايس فلور كرييتس سيربلس من قوسين اكس سبلاي، واعمل سهم واكتب كده جنبها ايه؟ جفرمنت حكومه is forced يعني مجبره، is forced انها تشتري سيربلس. بالظبط. to buy surplus products is forced to buy surplus product، ان هي تشتري المنتجات الزياده اللي زايده فايضه عن احتياجات الناس. جميل. دي تتكتب في نمبر 3. في نمبر 3. في نمبر 3 يعني انا كتبنا في نمبر 3 ايه؟ برايس كرييت سيربلس اللي هو اكسس سبلاي، صح كده؟ ايوه. ونكتب جنبها كده ايه؟ سهم كده جنب رقم 3. جفرمنت از فورسد مجبره، از فورسد تو باي سيربلس برودكتس، المنتجات الزياده اللي عن احتياجات الناس. جميل. دول كام ملحوظه يا جماعه كتبناهم؟ دكتور انا مش فاهمه ليه هتبقى forced to buy the surplus product. يا فندم لانه يا فندم مين اللي خلى الفلاح بدل ما كان ينتج الكميه بتاعه الماركت ايكوليبريم؟ شايفه يا بنتي انت مش رسمتي معايا؟ شايف الكميه دي؟ دي كانت الكميه اللي هينتجها الفلاحين لو كان السعر اصلا سعر الماركت اللي هو الايكوليبريم برايس. لما الحكومه طمعته وقالت له انا هضمن لك اقل سعر يتباع بيه الارداب هو مينيمم برايس، الفلاح بقى بينتج كميه كيو اس، في جزء زياده بينتجه اكتر من احتياج السوق. طب هل الراجل ده يرميه في البحر يعني؟ ما هو لازم حد يشتري منه. مين اللي يشتري منه؟ الناس مش هتشتري منه غير كيو دي. تمام. مين اللي يشتري الكميه الزياده دي؟ الحكومه تشتري بايه؟ تشتري بالمينيمم برايس، والا الراجل هيتخرب بيته، والا السياسه دي تبقى زي قلتها. جميل. نرجع مره تانية للكلام بتاعنا. كتبنا كام ملحوظه؟ 3. برايس فلور از مينيمم ولا ماكسيمم؟ مينيمم. سيت باي انديفيدوالز ولا جفرمنت؟ It is higher ولا lower؟ It is higher ولا lower؟ higher. higher than mean. هل it is permitted to fall ولا not permitted. انا كحكومه مش هسمح انا اسف في اللفظ يعني، طبعا الحكومه مش تقول كده، على جثتي ان السعر ده ينزل عن الحد ده، انا مش هسمح لده، والا الفلاحين هيضيعوا، والا الفلاحين هيخرب بيتهم، والا الفلاح ممكن يعمل ايه؟ الفلاح يغير المحصول، مش هيزرع رز، يزرع بطيخ، يزرع جوافه، يزرع برسيم، ما يزرعش خالص. يقول لك انا عندي اكرم لي ما ازرعش الارض اصلا، لان السعر ده بتاع الماركت اكواليبريم مش هياكلني انا وعيالي، فانا مش هزرع الرز خالص. جميل. طيب يا جماعه قلنا ان السياسه دي الحكومه بتعملها تو بروتكت مين يا جماعه؟ عشان نعمل بروتكشن لمين؟ البروديوسرز والوركرز. جميل جدا، ممتاز جدا. وقلنا واضح عندك في الرسمه اللي انت رسمتها، الرسمه دي لما الحكومه حطت برايس فلور، مينيمم برايس كان اعلى، كان هاير، ده خلق اكسس سبلاي ولا اكسس ديماند؟ خلق ايه؟ اكسس سبلاي. مين اللي هيشتري الكميه الزياده دي؟ يعني الناس مش مجبره، لان هي اللي خلت الفلاح يزرعها، هي اللي خلت الفلاح ينتجها. لو ما كانتش الحكومه قالت له ازرع وانتج وانا هضمن لك 200 جنيه ما كانش زرع، فهي الحكومه مجبره انها تشتري منه. جميل.
طيب تعالى بقى نعمل ملحوظه رقم 4. ملحوظه الرابعة، اكتب رقم 4 واخر ملحوظه، يبقى انا كده خلصت برايس فلور. على فكره رقم 4 هناخد مثال اكتر يثبت المعلومه عندك لو لسه في شويه ايه يعني حاجات متردده في دماغك. ملحوظه الرابعة، بص يا جماعه انا قلت لك السياسه دي عشان تنجح والفلاح الحكومه تحفزه انه يزرع الرز لازم يكون السعر الجديد البرايس فلور اعلى ولا اقل من أعلى. لان هو عند السعر ده يا جماعه الفلاح يقول لك انا هتخرب بيتي، عند الفلاح ده يا جماعه يقول لك انا مش عارف ادخل اولادي مدارس، انا مش عارف مش هغطي تكلفه الانتاج بتاعتي، فحكومه ما تقنعنيش ان انتج بالايكوليبريم برايس، فهي اقنعته ان حددت له سعر ماله اعلى منها. طب سؤال، يبقى السياسه دي عشان تبقى ليها افكت، عشان يبقى لها تاثير لازم يكون السعر هاير. لو انت وزير الزراعه وقلت للفلاح انا هطبق برايس فلور وخليت السعر اقل، خليت السعر تحت هنا، بصوا يا جماعه شايفين انا بعمل ايه؟ خليت السعر تحت اهو، خليت السعر بالمنظر ده. سؤال يعني سؤال، هل الفلاح يا جماعه هيسمع كلامك يا حكومه ويزرع الرز؟ لا لا، اذا كان هو عند سعر الماركت ما بيزرعوش، اقول له سعر اقل هيزرعه؟ يبقى اذا لو الحكومه قالت له تعالى ما تزعلش يا عم انا هعمل لك برايس فلور تحت يكون لور، ها يكون بيلو ذا ايكوليبريم برايس، هل ده يا جماعه هيأثر هيعمل تاثير؟ هل ده هيكون ليه افكت؟ هيكون ليه افكت ولا نو افكت؟ نو افكت. نو افكت. يبقى عشان يحصل افكت ونقنع الفلاح لازم يكون البرايس فين؟ هاير. فاكتب الملحوظه الرابعه، اكتب الملحوظه الرابعه والاخيره، اكتب الملحوظه رقم 4، اكتب رقم 4 برايس فلور. برايس فلور. برايس فلور. if sorry اكتب sorry if price floor if price floor زود كلمة if price floor was below was below يعني تحت was below equilibrium price اعمل سهم جنبها كده هنكتب there will be effect ولا no effect؟ No effect. اكتب كده جنبها no effect. ادي يا جماعه فكره البرايس فلور. طبعا انا هديك تطبيق تاني، احنا خدنا ده على جدي الله يرحمه في القطاع الزراعي. انا قلت لك كمان to protect workers العمال. protect workers ازاي؟ تعالى بقى نشوف مع بعض في ظاهره ممكن تكون سمعت عنها، حاجه اسمها مينيمم ويج لو. سمعتوا عن حاجه اسمها قوانين الحد الادنى للاجور؟ سمعتوا عنها؟ مينيمم ويج لو هي على فكره الحد الادنى للاجور دي، هي دي تعتبر برايس فلور على فكره. دي سياسه الحكومه بتعملها عشان تعمل بروتكشن للوركرز في الليبر ماركت. ازاي؟ تعالى اقول لحضرتك ازاي. اهو تعالى نعمل مع بعض رسمه ثانيه، واكتب كده قبل ما نعمل الرسمه الثانيه اكتب اكزامبل، اكتب كده ايه مثال، اكتب كده اكزامبل فور برايس فلور. اكزامبل فور برايس فلور، والاكزامبل ده على حاجه اسمها ايه؟ مينيمم. اكتب جنبها كده مينيمم ويج لو. مينيمم ويج لو. مينيمم ويج اللي هو قوانين الحد الادنى للاجور. مينيمم ويج لو، طبعا لو قانون ال اي دبليو. وتعمل ايه حضرتك عشان نشوف الاكزامبل اللي على البرايس فلور اللي هو قوانين الحد الادنى للاجور المينيمم ويج لو، تمام؟ اللي هي بتحصل، ممكن تكتب بين قوسين بتحصل في الليبر ماركت. ليبر ماركت في سوق العمل، ليبر ماركت سوق العمل. وتعمل ايه؟ ارسم معايا تو كيرفز زي ما احنا متعودين. تحت هتحط الكوانتيتي وفوق هتحط البرايس، وهنرسم مع بعض كانك بالظبط كاننا في الكليه، هنرسم فوق سبلاي وهنرسم اخوه اللي هو بيه في الاتجاه العكسي اللي هو ديماند بالظبط. وهنلاقي شباب في النص بينهم النقطه اللي في النص دي اسمها ايه؟ حد فاكر؟ equilibrium point بالظبط. هتكتب جنبها equilibrium point بالظبط، equilibrium point. وتنزل تحت هتحدد كوانتيتي نسميها equilibrium quantity كمية التوازن، ونيجي في الجنب نكتب price P
ونكتب equilibrium price بالظبط. ده الكلام اللي احنا زي ما خدناه المحاضرة اللي فاتت واللي قبلها بالظبط. اللي فاتت الناس اللي فاتت اهو ده quantity تحت وبرايس في الجنب. بعد ما حددت ده حضرتك تعمل ايه؟ بصوا بقى اللي بيحصل يا جماعه، البرايس ده عارفين ده اللي هو ايه؟ ده الايكوليبريم برايس اللي هو ايه؟ ده الاجر اللي هو بتاع الماركت. يعني انت لما تتخرج من الكليه بتاعتك وتروح تتاجر لسوق العمل تدور على شغلانه، الماركت يقول لك بص يا ابني انت لسه حديث التخرج، انا هديك في الشهر 1000 جنيه. انا هديك 1000 جنيه، تقول له ازاي يا عم 1000 جنيه؟ ده انا شاب وعايز اتجوز. ده انا عندي ده انا خاطب وهفتح بيت وهجيب ازاي اجيب شقه ب 1000 جنيه؟ طب انا مراتي بتقول لي وانت جاي من بره عندي بيبي هات البامبرز وهات لي لبن ومش عارفه كذا، ده البواب تحت عايز مني اجر كل شهر. هل يا جماعه سؤال، هل ال 1000 جنيه دول يعملوا حد لحد النهارده حديث التخرج حاجه في حياته؟ ها؟ لا طبعا. فالحكومه بتعمل ايه بقى؟ الحكومه بتعمل ايه؟ الحكومات في العالم كله بتتدخل تبتدي تعمل حاجه اسمها برايس كنترول. هي عارفه ان الاجر ده اجر الماركت صحيح، سبلاي وديماند، وانت لو مش عاجبك الاجر صاحب العمل يقول لك ايه يا فندم اتفضل في غيرك كتير يرضى يشتغل بال1000 جنيه دي، فطبعا غصبا عنك يعني تعمل ايه؟ ترضى بالامر الواقع وتشتغل لان ده المعروض قدامك. فالحكومه تعمل ايه؟ تتدخل تقوم مطلعه قانون اسمه مينيمم ويج لو، تقول لك ايه الحد الادنى للاجور مش 1000، ال1000 جنيه دول ما يعيشوش بني ادم، ما يجوزوش شاب، وحتى لو اتجوز مش هيعرف يجيب بيهم يتجوز بيهم، يدخل ابنه مدرسه يوديه للدكتور. فنعمل ايه؟ لازم اعمل له بروتكشن للوركر ده، الراجل ده لازم اعمل له حمايه. فتيجي الحكومه تقوم حاطه سعر يكون اعلى من سعر الماركت، ويج اعلى من الويج بتاع الماركت، وتسميه يا جماعه وتسميه نكتب جنبه مينيمم ويج اهو، حط سعر يكون اعلى من البرايس بتاع الايكوليبريم وتكتب جنبه مينيمم ويج، اكتب ميني اختصار ويج، حد ادنى للاجور مينيمم ويج، مينيمم ويج حد ادنى للاجر مينيمم ويج. وتعمل ايه؟ وتقوم مادد خط، مد خط مستقيم موازي لغايه الاخر وتسميه، تكتب عليه يا جماعه لا مش هنسميه بقى المره دي برايس فلور، المره دي هنسميه مينيمم ويج، هنسميه لا هو مثال فعلا، هو مثال للبرايس فلور، بس في الحاله دي بيسموه ايه؟ هو ما بيسموه مينيمم ويج، مينيمم ويج. فاكتب كده في اخر البتاع، اكتب كده ايه؟ مينيمم ويج يعني حد ادنى للاجور، مينيمم ويج. جميل، تعالى بقى نشوف مع بعض. بص يا جماعه، انت لما خبطت في النقطه الاولى خبطت في مين؟ في السبلاي ولا في الديماند؟ في الديماند. في الديماند، يبقى الكميه اللي تنزل تجيبها تحت دي تعتبر كميه كوانتيتي ديماندد ولا كوانتيتي سبلاي؟ ديماند. هتنزل تحت كده اهو وتسمي ده اهو، هتسميه كيو دي، هتسميه ده كيو دي، وبعدين تفضل ماشي 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 لغايه ما تخبط هنا. خبطت في مين التاني ده؟ كوانتيتي سبلاي. كوانتيتي سبلاي بنسميه كيو اس. Who is bigger than who؟ مين أكبر من مين؟ Quantity. الظاهرة دي في المحاضرة اللي فاتت قلت لك انسبها للأكبر، الأكبر supply دي، بل الفرق ده اسمه excess supply. بصوا يا جماعة، في السوق ده، في السوق ده الـ excess supply أو surplus بنسميه إيه؟ يطلق عليه unemployment. هنكتب بين قوسين هنكتب عليه اسمه إيه؟ unemployment، بطالة. ليه بقى؟ هقول لك ليه؟ هقول لحضرتك ليه؟ اسمه unemployment، unemployment بطالة. ليه يا دكتور احمد بطالة؟ هقول لحضرتك ليه ده اسمه بطالة unemployment. بص يا شباب، انا هديك مثال انا شفته بعناية في انجلترا. انا كنت في انجلترا السنة اللي قبل اللي فاتت ولغاية شهر السنة اللي قبل اللي فاتت واللي قبلها. اللي حصل انه كان في انجلترا كان الحد الادنى للاجور في الوقت اللي انا كنت موجود هناك، كان الحد الادنى للاجور اي واحد يشتغل في اي شركه اي محل اقل اجر في انجلترا هناك بيدوا الاجر بالساعه، على فكره بيحددوا الاجر بالساعه. فالماركت كان الاجر بالساعه كام؟ 15 باوند استرليني في الساعه، 15 باوند. هناك معظم الوركرز على فكره مطحونين، يعني الناس هناك شغل شغل، ان بيطلع من الفجريه ما بيرجعش بيته غير الساعه 6 بالليل، والساعه 6 بالليل فعلا في انجلترا تمشي تلاقي انجلترا كلها ظلام دامس على فكره، ما تلاقيش حاجه مفتوحه في انجلترا غير نايت كلابس، واغلب الناس قاعدين في بيوتهم والشوارع ضلمه حقيقي. اسال اي حد تعرفه في انجلترا يقول لك فعلا بعد الساعه 6 7 بالليل الناس يا عيني شقيانه طول النهار. في الويك دايز من يوم الاثنين لغايه يوم الجمعه دي ايام شغل، ويك دايز
تلاقي الشوارع فاضيه. تيجي تسال اي واحد في انجلترا يقول لك ال 15 جنيه استرليني دول مش مكفيني، مش قادر ادفع بيهم الايجار، الاجره بتاعت الاوضه بتاعتي، مش قادر ادفع بيهم الايجار المصاريف المدرسه بتاعت ولادي. فبيقول يا حكومه الحقينا انجدينا. فالحكومه تعمل ايه؟ تقوم الحكومه تقوم مزوده الحد الادنى للاجور. الحكومه تزود الحد الادنى للاجور، بدل ما كان 15 خليته كام يا جماعه المينيمم ويج؟ خليته 20 جنيه في الساعه. في حضرتك اي صاحب عمل لما طلع قرار زيادة الحد الأدنى الأجور بدل ما يبقى 15 يبقى كام؟ 20. ده إجباري إجباري. فحضرتك لو شغال في مطعم أو محل كويتر ويترس، لو صاحب المحل قال لك هتاخد 15 زي ما أنت، حضرتك روح اشتكي للحكومة لوزارة العمل. تاني يوم عارفين هيحصل إيه؟ وزارة العمل هتقفل له المحل بتاعه، فغصب عنه لازم يعمل إيه في الأجر بتاع العمال؟ يعليه. بص يا جماعة، الحكومة بتعمل السياسة دي عشان تبتز العمال ولا تعمل لهم بروتكشن؟ تعمل لهم بروتكشن حمايه. انا بحميه الاسعار اللي هو مش قادر يعني يصد قدام، هيجيب منين؟ هيكفي نفسه ازاي؟ فخليت له بدل ما المحل يديله 15 في الساعه بيديله 20 جنيه في الساعه. بص يا جماعه، اللي حصل ان بعض المحلات يقول لك طب معلش سوري بقى حضرتك، انا هلتزم بقرار الحكومه وهدفع 20. فعلا ما تلاقيش في انجلترا واحد بيشتغل بياخد اقل من 20 باوند استرليني في الساعه، استحاله تلاقي الكلام ده. بس اللي يحصل ايه بقى؟ بعض المحلات يقول لك بصوا بقى يقول لك ايه، انا كان عندي 10 عمال شغالين عنده، هعمل ايه؟ اقول لهم يا جماعه سوري انا مش هقدر اشغلكم انتوا العشره، يسرح منهم ثلاثه ويتفضل كم واحد؟ سبعه. يدفع للسبعه دول، يدفع لهم ال 20 الاجر الجديد اللي الحكومه بتقول عليه. يقول لك انا مش هقدر ادفع 10 زي ما كانوا عندي الاول، ادفع لهم 20 جنيه استرليني، لكن اقدر ادفع لكام واحد؟ لسبعه. الثلاثه الزياده دول اترفضوا، اسمهم ايه يا فندم؟ ان امبلويمنت. مين اللي يكفلهم؟ مين اللي يتكفل بيهم؟ الحكومه. هي اللي حضرت العفريت، هي اللي لما رفعت الاجر خلت اصحاب الاعمال الشركات تسرح جزء من العمال. فالحكومه بتكفل الناس اللي اتسربت اللي قعدت في بيوتهم، تديهم المينيمم ويج. هي الحكومه اللي بتضمن لهم لحد الادنى ده، اللي بيسموها اعانه البطاله، بيسموها سبسيدي تو ان امبلويمنت. اوكي، ادي يا جماعه تطبيق لفكره المينيمم ويج لو، ده تطبيق للبرايس فلور. يبقى مره ثانيه، البرايس فلور از مينيمم ولا ماكسيمم؟ هل أجر هاخده العامل هو 20 جنيه في الساعة؟ أنا مش هسمح على جثتي إن حد يدفع للعامل أقل من كده. اللي هيعمل وده بيكون هاير ولا لور؟ هاير. هاير من مين؟ هاير من مين؟ الإيكوليبريم. هل يا جماعة it is permitted to fall ولا not permitted؟ not permitted. اسمه سعر اسمه إيه؟ المينيمم ويج او المينيمم برايس. اوبليجاتوري يعني ايه؟ يعني تسعيره ايه؟ اجباريه. لازم الكل يلتزم بيها. يا جماعه سؤال، هل البرايس فلور لما بيكون هاير ده بيكريت اكسس سبلاي ولا اكسس ديماند؟ اكسس سبلاي. او باسم تاني، كانت الليبر ماركت عمل حاجه اسمها ايه؟ كان اسمه ايه؟ انا بالظبط كده. تمام، ادي يا جماعه الايه، ادي البرايس فلور اللي هو المينيمم برايس اللي احنا ادي التفصيل الممل. تعال بقى ناخده اخوه تاني اللي اسمه ايه. انتوا رسمتوا كام رسمه معايا؟ اتنين. كتبتوا ملحوظه؟ اربعه. ملاحظ البرايس فلور. تعال بقى خد خط كده، شد الخط بتاعك واكتب في السبلايز بتاعك يا ابني يا بنتي. اكتب معايا ندى بسام، اكتب يا ندى سمير كامل، مين تاني؟ اكتبوا بقى دكتور نهاسر، ندى محمد اسماعيل، ندى سعيد، نسرين، مصطفى، نانسي، ندى ميار. تشكيله هايله من الشباب المحترمين جدا. اكتب بقى معايا رقم 2 برايس سيلينج. فهمنا يا جماعه البرايس فلور؟ اتمنى انك تكون فاهم، مش لازم تكون فاهم 100%، بس فهمت شويه. اه لا ايوه. طيب الحمد لله. تعالى اكتب معايا كده. طب يا دكتور لو سمحت. قولي لو سمحت يا دكتور. هو لما الحكومه هي اللي بتغطي العجز في البطاله، ليه بيحصل بطاله؟ بيكون في عدد كبير مش بيلاقوا شغل اصلا. لان انت لو انت عندك انت في تخيلي مين اللي بيسال السؤال ده؟ معلش عشان انا عارف انا برد على ندى كرم. ندى كرم بنتنا. ندى لو انت يا ندى عندك مطعم وكل زمايلك في السكشن ده، وانا نفسي ما كنتش دكتور احمد سعيد، كنت اسمي احمد سعيد، وشغالين عندك هنا ده،
وطلع قرار حكومي ان الحد الادنى الاجور محدش يقدر يدي للعمال اقل من 20 جنيه في الساعه. فانت يا ندى تبص تلاقي ان انا مش هقدر ادفع 20 جنيه لكل الناس اللي عندي، انا كده هتخرب بيتي كمنتج كصاحب مطعم. فتعمل يا ندى؟ تقوم قايله لنا يا جماعه معلش انا اسفه انا هلتزم بقرار الحكومه، بس هعمل ايه في عدد العمال اللي شغالين عندي؟ هقللهم. يعني بدل ما كنت مشغله 50 نفر هتقوم قايله انا هخلي منهم 30 واحد شغال، هديهم 20 جنيه في الساعه. يفضل كام واحد زياده عندك يا ندى مش محتاجاهم، مش هتقدري تدفعي اجورهم بالاجر الجديد من ال 50؟ 20. ما سمعتش. هتقولوا لهم يا جماعه هتعملوا لهم ايه؟ يو ار فايرد، انت مفصول. ده اللي بيحصل على فكره في الغرب. سؤال، انت فصلتيهم بسبب ايه؟ ان الاجر بدل ما كان 15 في الساعه بقى 20 في الساعه. مين السبب في القرار ده؟ تمام. الحكومه. فلما بيحصل في الغرب بيحصل حاجه زي كده، وان في ناس بتفقد فرص عملهم نتيجه ارتفاع الاجور، مين اللي بيكفل الاجور بتاعه الناس اللي اتفصلت؟ المينيمم. الجوفرمنت. بس دي سياسة. دي سياسة، ده حاجة طبيعية جدا. فهمت يا بنتي؟ بيتفضل عدد كبير مش بيشتغل، بيبقى عنده بس بطالة. بس دي بتبقى فترة مؤقتة من الزمن. يعني شوية بشوية شوية بشوية بيبتدي الناس دي مش هتفضل عطلانة على طول. يعني هناك الميزة، أنا أعرف ناس كتيرة يعني في إنجلترا، يعني الفترة اللي أنا قضيتها هناك أصحابي ولازلت على اتصال بيهم، هما نفسهم كل فتره الاقي واحد فيهم يقول لي انا كان شغال في كارديف يونيفرسيتي، الجامعه اللي كنت فيها، يقول لي انا مشيت من كارديف يونيفرسيتي. ليه يا عم؟ قال لي هما خفضوا عدد العمال اللي عندهم عشان ازمه كورونا. بعدها فتره ايه اللي حصل؟ لقيت واحد فيهم اتصل بيا قال لي انا الحمد لله، طبعا الفتره اللي فقد فيها شغله كانت الحكومه الانجليزيه بتديله المينيمم ويج، هي بتكفله. يقول لك انت طالما انك شغال بتدفع لي ضرائب، لو انت قعدت بطاله انا اللي هكفلك، انا اللي هدفع لك، هديك اعانه، هديك سبسيدي. بعدها بشهرين جات له شغلانه في جامعه اسمها باس يونيفرسيتي. ايه اللي حصل؟ لما تسجل بياناته ان لها شغلانه في جامعه باس، الحكومه عملت ايه؟ رفعت اسمه من الناس اللي هم بتديهم المينيمم ويج خلاص، لان في جهه عمل تانية بتدفع له المرتب بتاعه. فالناس دي يا بنتي ما صعبوش عليك، يعني مش هيفضلوا طول عمرهم قاعدين في البيت، يعني دي فتره مؤقته لغايه ما يلاقي شغل تاني. فهمت يا ندى؟ تمام يا دكتور. اوكي ندى، طبعا انت طبعا واضح ان اسمك ندى كرم، فانت كريمه. انا عارف ان انت لو حصل معاك الموقف ده وانت كنت في انجلترا مش هترفضي حد من العمال، هتفضلي تدفعي اجور العمال بالاجر الجديد. بس اتحداك ان ده يحصل يا ندى، مش من الكرم بتاعك انك هتفضلي تدفعي بالاجر ده. طب صحيح انا عارف انك كريمه اكيد مليون في الميه. تمام. تعالى بقى نكتب كده ايه رقم 2، اكتب برايس فلور، اكتب بقى رقم 2 بس. اوكي ايوه يا فندم. price ceiling مش price floor. سوري price ceiling، انا اسف، price ceiling. اكتب معايا كده رقم 2 price ceiling. واكتب كده ايه، هنكتب برضو اول ملحوظه price ceiling is، المره دي فاكرين في اول المحاضره قلت لك price maximum price بالظبط، is maximum price. اكتب كده ايه في رقم 1، is maximum price. is maximum price. maximum ده بنسميه حد اقصى للسعر. هنا بقى الحكومة بتقول للناس ايه؟ بتقول للبائعين ايه؟ على جثتي ان السعر ده يزيد عن الحد ده. انا السلعة دي عايزة سعرها يكون قليل جدا لدرجة انه ده يكون هو ده الماكسيمم برايس. ده الماكسيمم برايس. فيكتب كده ايه؟ is maximum price. مين اللي بيحطه؟ set by مين؟ set by government. اكتب كده set by government. set by government. طب يا ترى السياسه دي عشان تنجح لازم يكون فين يا جماعه؟ قاعده عامه، البرايس سيلينج يا جماعه لازم يكون لور ذان ايكوليبريم، لازم يكون لور، لازم. لو هو كان لور ذان هيبقى فيه افكت، هيكون ناجح، لكن لو كان هاير في اكسس ديماند او شورتج بالظبط. بص يا جماعه، فاكتب كده ايه؟ برايس سيلينج از ماكسيمم برايس سيت باي جوفرمنت lower than equilibrium price. lower than equilibrium price. طب السؤال، انتوا خدتوا في المحاضره اللي فاتت لما يكون السعر اقل من سعر الايكواليبريم بتحصل ظاهره، حد فاكر كان اسمها ايه؟ شورتج او اكسس ديماند. سؤال، في المحاضره اللي فاتت قلنا ان السعر اللي موجود عند الشورتج او الاكسس ديماند بيكون ثابت ولا بيتغير؟ سؤال يا ظرف يطلع في اذهاننا كلنا، هل الحكومه اللي حطت البرايس سيلينج
بيكون لور زي الاكوليبريم برايس، هل الحكومه هتسمح للسعر ده انه يحصل فيه انكريز برايس؟ لا ده تسعيره جبريه، انا مش هسمح ان التسعيره الجبريه اللي انا حطاها لور اقل من الاكوليبريم انه يتغير. فاكتب كده، اعمل جنبها سهم كده، اعمل جنب كلمه اكوليبريم برايس كده اهي. It is not permitted. دكتور في صوت. في صوت اوكي يا فندم. انا برضو عشان برضو الصوت دوت ما يتعملش اهو. حاضر. انا هعمل ايه؟ هقوم جاي في الميتنج اوبشنز ونعمل سوري الحل الالاو اتندنس اهو. انا قفلت الفويسز كلها وعندها لغايه ما نخلص بس الايه؟ لغايه ما نخلص الجزئيه دي. نرجع تاني. فاكتب كده ايه؟ اهو انت كتبت ماكسيمم برايس سيت باي جفرمنت لور ذان ايكوليبريم برايس. واكتب كده ايه، اعمل سهم بقى جنب كلمه equilibrium price واكتب كده ايه، it is not permitted to increase, not permitted to increase. انا مش هسمح ان السعر دوت انه يزيد، انا عايز السعر ده اخليه يكون lower اقل من equilibrium price. طالما ان انا كحكومه مش هسمح is not permitted to increase to rise، عشان كده تكتب قوس برضو زي المره اللي فاتت، اكتب كده ايه، ده سعر جبري، اكتب كده ايه obligatory price اهو زي ما ظاهر عندك في السلايد اهو، انا بخطط لك، اكتب كده ايه، ده obligatory price، ده ايه obligatory price. يبقى دي اول ملحوظه، دي اول ملحوظه. فطالب يقول لي دكتور احمد طب معلش حضرتك ازاي هو lower وفي نفس الوقت maximum؟ يعني المفروض طالما انه lower يبقى المفروض يكون minimum. اقول لك لا، هو لور وماكسيمم. ليه بقى؟ تعال بقى نرسم مع بعض. انا عايز حضرتكم طلع السبلايز بتاعك، هنرسم الرسمه بتاعتنا تحت الملحوظه الاولى على طول. اعمل معايا الرسمه بتاعتك اللي هنعملها دي. هتعمل تحت على المحور اللي تحت كوانتيتي، وتعمل على المحور اللي فوق برايس زي ما تعودنا. معاك مسطرتك يا ابني، هتعمل ده. ها الكيرف ده اسمه ايه، سبلاي ولا ديماند؟ ده سبلاي. ونعمل الكيرف الثاني اخوه، ده مين؟ ده ديماند اهو، سبلاي وديماند. طبعا انت عارف ان في نقطه اللي بيحصل انترسكشن ما بين السبلاي والديماند، الانترسكشن بوينت دي، ده بنسميها ايه؟ اي، ده اللي هو ايكوليبريم بوينت. ده ايكوليبريم بوينت. وتعمل ايه؟ تنزل 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 تحت، خبطت تحت، هتسمي ده ايكوليبريم كوانتيتي اهو. وما تكسلش، اكتب equilibrium quantity، equilibrium quantity. وتيجي في الجنب، امشي 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 امشي، خبطت هنا، اللي خبطت فيه ده مين؟ ده البرايس، ده اللي هو مين؟ بنسميه equilibrium price اهو، equilibrium price، سعر التوازن. انت وزير الماليه، انت رئيس الوزراء، انت البوليسي ميكر، وشايف انه البرايس ده غالي قوي. ساعات البرايس بتاع الماركت، سؤال ليكو حتى لو المايك مقفول كانك فاتحه بالظبط، سؤال ليكو، ها يا جماعه كل الناس بتقدر تشتري الاسعار السلع اللي موجوده في الماركت بالسعر بتاع الماركت؟ هل الفقير والغلبان بيقدر يشتري ساعات السكر والزيت والشاي والمستلزمات الاساسيه بتاعته بالسعر اللي موجود في الماركت يا جماعه؟ هل يا جماعه السعر دوت كل الناس تقدر تدفعه؟ في ناس تقدر تدفعه اللي هم الطبقه الغنيه والطبقه المتوسطه، لكن اغلب الفقراء في المجتمع ما يقدروش يدفعوا السعر ده. السعر ده يا جماعه بتاع الماركت صحيح ده سبلاي وديماند، بس المشكله ان في ناس غلابه كتير في بلدنا. في كونسيومرز محتاجين من الحكومه ان هي تعمل لهم بروتكشن. مين ده الكونسيومر ده؟ مين؟ اللي هو الغلبان، اللي مش لاقي ياكل، مش لاقي يشرب. فانت في الحاله دي لو انت مكان الحكومه، تزود على الغلبان ده السعر ولا تنقص من عليه السعر؟ سؤال ليك. الغلبان لما تيجي تعمل له بروتكشن بذمتك ودينك، تختبع له السلعه بسعر اعلى ولا بسعر اقل؟ ها، لازم يكون سعر ايه؟ لازم يكون لور. فدايما تدور على سعر يكون لور. شوف سعر يكون لور اقل اهو، سعر لور، وتعمل ايه في السعر ده؟ وتعمل ايه في السعر ده؟ وتسمي السعر ده، هنسميه برايس سيلينج اهو. هنسمي السعر ده، هنسميه بي، بس نكتب فيه يا جماعه، نكتب جنبه ايه؟ هنكتب جنبه ماكسيمم برايس. هنكتب جنبه ماكسيمم برايس، ماكس بوينت او ماكسيمم، اتس اوكي، ماكسيمم برايس. ده الماكسيمم برايس اللي هو البرايس اللي هو اللي تحت ده. وتعمل ايه حضرتك في الماكسيمم برايس ده؟
مد خط، مد خط، خط مستقيم موازي، خط مستقيم موازي، وتكتب ايه على الخط المستقيم الموازي ده؟ تكتب عليه ده اسمه برايس سيلينج. اكتب عليه ده اسمه ايه؟ اسمه برايس، برايس سيلينج، برايس سيلينج اللي هو الماكسيمم برايس، برايس سيلينج. طالب يقول لي معلش يا دكتور انا مش فاهم برضو، اقول لحضرتك مره تانية. سعر مثلا في سلعه بتتباع في الماركت سعرها مثلا زي مثلا نقوله الرغيف العيش، اسال بابا وماما كده قول له لما تروح تشتري رغيف العيش من الماركت بكام، هيقول لك رغيف العيش في الماركت بيتباع بجنيه، بيتباع بجنيه. هل كل الناس الغلابه تقدر تشتري رغيف العيش الحلو الابيض ده اللي بيتباع في عند الفرن اللي هو الراجل اللي بيبقى موجود جنبك في الشارع بجنيه؟ هل كل الناس يا جماعه تقدر تشتري رغيف العيش ابو جنيه؟ هل الغلبان يقدر يشتري رغيف العيش ابو جنيه؟ لا. فالحكومه تعمل ايه؟ تقوم مطلعه قرار اسمه ماكسيمم برايس، حد اقصى للسعر. تقوم رايحه على افران رغيف العيش البلدي تقول لهم يا جماعه انا مش هسمح لك تبيع انت كمان رغيف العيش بجنيه، انا هسمح لك انك تبيعه بكام؟ بخمسه ساغ، بخمسه ساغ. بصوا فرق ما بينه وبين الجنيه كام؟ 95 قرش. فده سعر ماله؟ محطوط عشان اعمل بروتكشن للكونسيومر الغلبان. انا حاطط السعر ده عشان اعمل بروتكشن للكونسيومر الغلبان. يبقى نكتب بقى تحت الرسمه دي، اكتب الملحوظه الثانيه. اكتب الملحوظه الثانيه. اكتب الملحوظه الثانيه بتاعتك، اكتب كده ايه؟ رقم 2. برايس سيلينج. برايس سيلينج. از to protect consumers. It's to protect consumers عشان نحمي المستهلكين. طبعا المقصود بالمستهلكين مين في الغالب؟ المستهلك الغلبان، المستهلك اللي مش لاقي، مش قادر يشتري السلعه بسعر الماركت. سعر الماركت ده بالنسبه له لا حرام، مش هيقدر يتحمله. فانا هحط له سعر يكون سعر اقل منه، لور منه. جميل؟ يبقى ايه برايس سيلينج؟ كتبت ايه؟ is to protect consumers. يعني بين قوسين اللي هو subsidy to food. ده subsidy يعني ايه subsidy؟ يعني اعانة. subsidy ده كأنه subsidy، اعانة الحكومة بتقدمها لدعم مثلا الاكل الفود، زي subsidy اللي الحكومة بتعملها مثلا لرغيف العيش، subsidy الحكومة اللي بتعملها للسلع التموينية، السكر والزيت وخلافه اللي بنشتريه ببطاقة التموين. جميل؟ ادي يا جماعة الملحوظة التانية. يبقى خلي بالنا البرايس فلور اللي فات، اللي فات رقم واحد ده كان عشان نعمل بروتكشن لمين؟ للبروديوسرز ان اجريكلتشر سيكتور وللوركرز. لكن البرايس سيلينج عشان نعمل بروتكشن لمين؟ للكونسيومرز. وانه كونسيومرز الغلبانين، فكاني بديهم سبسيدي، بديهم اعانه. ادي كده تاني ملحوظه. طيب ثالث ملحوظه، ثالث ملحوظه مرتبطه. لاحظوا يا جماعه هو السعر ده تحت، فانا عايزك تعمل ايه؟ هتقوم جاي بقى من السعر اللي تحت ده، تقوم عامل كده اهو، امشي من عند الماكسيمم برايس ده، امشي امشي امشي، خبطت هنا. انت لو خبطت في الاولاني ده انت خبطت في مين؟ في السبلاي، صح؟ خبطت في السبلاي. فلما ننزل تحت، لما تنزل تحت تلاقي نفسك عند مين؟ هتلاقي نفسك عند كوانتيتي سبلايد. اهو ليه كوانتيتي سبلايد؟ لان انت خبطت في السبلاي، يبقى ده سبلايد. جميل؟ وبعدين تعالى من عند نفس البرايس، البرايس برايس سيلينج، هو هو، امشي 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 امشي، ما تقفش غير لما تخبط في الكيرف الثاني. الكيرف الثاني اللي انت خبطت فيه مين المره دي؟ ديماند. يبقى تنزل تحت، انزل تحت، انزل تحت، انزل تحت، هتلاقي نفسك لما نزلت تحت ده، ده ان كوانتيتي، انت خبط في الديماند، يبقى ده كوانتيتي ديماندد، ده كوانتيتي ديماندد. سؤال، هو از بيجر ذان هو؟ مين اكبر من مين يا جماعه؟ لاحظوا مين على الرسمه اكبر من الثاني، ها؟ مين اكبر من الثاني يا جماعه؟ واضح ان من الرسم بتاعنا انه الكوانتيتي ديماندد هي اللي اكبر من الكوانتيتي سبلايد. ولما تكون الكوانتيتي ديماندد اكبر من الكوانتيتي سبلايد، انسب الظاهره دي للاكبر. الظاهره دي سميناها في المحاضره اللي فاتت، المحاضره الخامسه، ها، الكوانتيتي ديماندد اكبر، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه اكسس ايه؟ اسمه اكسس ديماند. بالظبط زي ما انتوا بتقولوا، انا مش سامع اصواتكم بس انا متاكد ان انتوا بتقولوا الكلام ده معايا اهو. يبقى الحته دي يا جماعه، الفرق ده، الفرق ده اهو، الفرق ده ما بين الكوانتيتي ديماندد والكوانتيتي سبلايد، الحته دي، الفرق ده اهو، الفرق ده، الفرق ده هنسميه ايه؟ هنسميه اكسس ديماند، اي دي، اكسس ديماند. او
ليه اسم تاني اسمه ايه؟ اسمه shortage excess demand او ممكن نسميه shortage اهو short shortage اللي هو الفرق بين ال quantity demanded وال quantity supplied excess demand او shortage. جميل؟ يبقى جماعة خلينا نتفق انه البرايس سيلينج بيعمل ايه؟ لانه السعر اقل فعمل اكسس ديماند ولا عمل اكسس سبلاي؟ عمل اكسس ديماند او شورتج، عمل اكسس ديماند او شورتج. طبعا انا عايزك بقى ايه تكتب معايا الملحوظه الثالثه ونفتح اهو نفتح المايكس بتاعت الناس عشان برضو يعني انا برضو بحب والله التفاعل بتاعكم ده بيبقى افضل بكتير بليا، بس اقفلوا المايكس. ها انا فتحت ليكم الايه فتحت المايكس تاني يا شباب. ها رسمنا الرسمه؟ رسمنا الرسمه؟ ايوه اوكي فهمنا الكلام؟ اعتقد هو نفس الكلام بتاعك بس العكس تمام؟ اكتب بقى معايا ملحوظه رابعه واقفل المايك، اقفل المايك عشان الزن اللي بيحصل، اكتب اقفل المايك واكتب معايا الملحوظه رقم ثلاثه، الملحوظه الثالثه. الملحوظه رقم ثلاثه. طبعا يا جماعه الملحوظه الثالثه واضح جدا ان برايس فلور كرييتس اهو هنكتب برايس فلور كرييتس شورتج. اكسس ديماند. بالظبط اللي هو بيقول اكسس ديماند. سوري انا اسف انا اتلخبطت المره الثانيه. اوكي برايس سيلينج سوري برايس سيلينج كرييتس شورتج بين قوسين اكسس ديماند. برايس سيلينج كرييتس شورتج اللي هو سميناه اكسس ديماند. جميل. يعني ايه بقى اكسس ديماند يا جماعه؟ طبعا يا جماعه سؤال ليكم وده بيحصل فعلا، مش بتلاحظوا ان اغلب السلع اللي الحكومه بتتدخل فيها وتحط لها سعر اقل من سعر السوق اقل من سعر الماركت، بتلاحظوا ان السلع دي يا جماعه بيحصل فيها شورتج. يعني ايه شورتج؟ يعني الكوانتيتي ديماندد اللي الناس بتطلبها اكتر بكتير من الكوانتيتي ايه سبلايد. صح. فبيحصل يا جماعه ايه؟ ان السلع دي بتختفي من الماركت هوا، تلاقي السلع دي شحه من السوق. عارفين زي ايه يا جماعه؟ عارفين زي ايه؟ زي السكر. بالظبط. لو تفتكروا يا جماعه من سنتين ثلاثه فاتوا ازمه سكر، كان حصل ازمه سكر والسكر اختفى من السوق. انا راجل انا بحب جدا السكر، انا احمد سعيد انا بعشق حاجه اسمها السكر، فانا ما اشربش كوبايه سكر غير لما تكون غرقانه في الشاي غرقانه في السكر، ما اكلش الكنافه في رمضان الا لما تكون غرقانه سكر. انا طبيعتي كده، انا راجل بحب السكر جدا يعني حاجه وراثيه سبحان الله. فانا لما كنت انزل ادور على السكر مش لاقيه، الحكومه تقول ده سعره ب3 جنيه، الحكومه حاطه له تسعيره ب3 جنيه، انزل ادور عليه ب3 جنيه في فتح الله مش موجود، في كارفور مش موجود، عند البياع اللي جنبي مش موجود، انزل محطه الرمل مش موجود، سافرت محافظات تانية والله ما الاقيه. طب البائعين الكبار والصغيرين محدش عنده السعر السكر ابو 3 جنيه اللي محطوط له تسعيره حكوميه، فبيحصل ايه؟ تقوم الحكومه تقول لك انا هوزعها على الناس في الجمعيه. لحظه يا جماعه، لما السلعه بتتوزع في الجمعيه بيحصل فيها ايه؟ مش بتلاقي في حاجه اسمها طوابير؟ صح؟ طوابير؟ صح. يبقى نفهم من كده ان اول نتيجه بتترتب على البرايس سيلينج لانه بيعمل شورتج بيعمل عجز في السلعه، اللي بيحصل يا جماعه؟ اللي بيحصل حاجه اسمها كيوينج. يعني ايه كيوينج؟ ويتنج ان لاينز، ان الناس بتقف يا جماعه في طوابير، واقفين طوابير. ده حصل على فكره في السكر من سنتين ثلاثه فاتوا، تسالوا بابا وماما يقول لك فعلا السكر ما كانش موجود غير في الجمعيه، الحكومه هي اللي بتوزعه. تروح تقف في الجمعيه عبم ما يجي طابور دورك حلني. ده مشكله السلع اللي بيكون فيها البرايس سيلينج والسعر بيكون اقل من سعر الماركت. بس بقى في حاجه اسمها تموين دلوقتي. ما انا هقول لك اهو، صلي على النبي، بس خديني على قد عقلي ثانيه واحده. يبقى اول نتيجه بتظهر نتيجه الموضوع ده بيحصل حاجه اسمها ايه؟ كيوينج، ويتنج ان لاينز، طوابير. رقم اثنين بيظهر ظاهره اسمها فيفورد كاستمرز. اسمها ايه؟ فيفورد كاستمرز. يعني ايه فيفورد كاستمرز؟ اللي هم الزبائن المفضلين، الزبائن اللي هم يعني هو ريسيف سبيشال تريتمنت، بياخدوا معامله خصوصي. ازاي؟ السلعه دي شحه من السوق، بس انا دكتور احمد سعيد ليا واحد صاحبي كان دفعتي في الكليه اسمه حسام، عنده ماركت كبير في محرم بيه، فاتصل بيه اسمه حسام، اقول له يا حسام عندك سكر؟ يقول لي بص يا صاحبي، رغم ان اي حد هيطلب مني الطلب ده هقول له ما عنديش، بس انت عشان صاحبي وحبيبي وكفاءه يا عم انا عندي سكر، عايز كام كيس؟ اقول له اديني بقى زي ما انت عايز. قال لي يا عم اللي انت عايزه، مع انه والله ما بدي الكلام ده لحد، ويا عم هبيعه لك بالتسعيره اللي الحكومه بتقول عليه. بكام يا صاحبي؟ ب3 جنيه. قال لي يا صاحبي طبعا احنا في بيننا وبين بعض مكسب ب3 جنيه. بص يا جماعه، صديقي حسام عاملني معامله مميزه اسمها فيفورد كاستمر، زبون مفضل.
هل المعاملة دي كل الناس هتحظى بنفس المعاملة؟ هل كل الناس هتحظى بنفس المعاملة شباب؟ لا، يعني اللي عنده عمه، اللي عنده خاله، اللي عنده صديق ليه، حد من جيرانه، اقفل المايك عشان في تشويش عند بعض الناس. اقفل المايك، اقفل المايك. اللي عنده حد صاحبه معرفة قريبة عنده سوبر ماركت يقدر يجيب له السكر كان بيجيب له، لكن اللي ما عندوش مش ما يلزموش. يبقى مشكلة اللي البرايس سيلينج لما الحكومة تحط سعر السلعة أقل من سعرها الطبيعي، أقل من سعر الماركت، فبيحصل عليها هجوم من الناس طبعا في السعر الرخيص دوت، فبيحصل حاجة اسمها فيفورت كاستمر، الزبون المفضل، في زبون تاني مش هيلاقي السلعة. يبقى اهو في كيوينج وفي فيفورت كاستمرز. في ظاهرة تالتة بتظهر حاجة اسمها ايه، البلاك ماركت. عارفين البلاك ماركت اللي هو ايه؟ السوق السوداء. البلاك ماركت ده يعتبر ان السلعه بتتباع في السوق السوداء. هل دي حاجه ليجل ولا الليجل؟ ايه رايكم؟ الليجل. الليجل على فكره، حاجه غير قانونيه. يعني ايه بقى؟ يعني ايه بلاك ماركت؟ وقفلوا المايك. بصوا يا جماعه، بلاك ماركت يعني ايه؟ يعني انا كحكومه محطه التسعيره ب 3 جنيه، المفروض ان كيس السكر يتباع ب 3 تحت اهو، ب 3 تمام. تلاقي ان تلاقي ان تروح لواحد بياع لف المحافظه بتاعتك شرقها غربها جنوبها شمالها، مش هتلاقي حد بيبيع بالسعر ده. تخش على واحد بياع تقول له ايه، عندك سكر؟ يقول لك لا يا فندم ما عنديش، والله انا كان نفسي اديك بس ما عنديش للاسف. بعد ما تمشي يعمل ايه؟ يبعت لك واحد كده عاجل صغير يقول لك ايه، يا استاذ يا استاذ يا بيه تعالى هاي سكر. اه طب بص، احنا بنبيع السكر بس خلي بالك احنا مش موجود في المحل، انا هبعت اجيبه لك من بره، هنبعت نجيبه لك من البيت، بس خلي بالك هو سعره كام؟ الحكومه بتقول بثلاثه، انا هبعته لك ب 15 جنيه ب 20 جنيه تدفع، لو دفعت هجيبه لك، ما دفعتش ما يلزمكش. فانت مضطر لو سلعه ضروريه مضطر انك تعمل ايه؟ مضطر انك تعمل ايه؟ مضطر انك تدفع حتى لو اغلى. بالظبط، حتى لو اغلى، ان السلعه دي ممكن تكون سلعه ضروريه جدا. على فكره ده حصل، على فكره حصل فين كمان؟ مش بس في السكر. فاكرين يا جماعه الكمامات والكحول؟ الكمامات والكحول في بدايه ما ظهرت الكورونا في شهر 3 يا جماعه، كنت تروح الصيدليه تدور على الكمامه، الكمامه سعرها 3 جنيه وكاتب في الصيدليه 3 جنيه، يقول لك بس ما عنديش، ويبتسم لك كده ابتسامه ايه يعني، بص بكل ثقه، هي ب 3 جنيه بس والله يا فندم ما عنديش. الكحول بكام؟ بيقول لك الازازه ب 10 جنيه بس ما عنديش. وبعدين تعمل ايه؟ واحد تاني يقول لك صيدلي، يقول لك بابا تلاقيه جاي يقول لك في صيدلي صاحبه اتصل بيه قال له انا عندي، بس خلي بالك الكمامه من 3 ب 10 جنيه تشتري. طبعا بابا خايف على اولاده، خايف على مراته، فبيعمل ايه؟ يشتري الكمامه اللي هي كانت بتتباع ب 3 ب 10، يشتري غصب عنه. ده يا جماعه ده اسمه ايه؟ بلاك ماركت. هل ده حاجه ليجل ولا الليجل؟ الليجل. فانا عايزك تعرف ايه بقى؟ فانا عايزك تعرف ايه؟ انت كتبت الملحوظه رقم كام؟ كتبت اخر ملحوظه كتبتها كانت رقم كام؟ 3. ثلاثة. كتبت ايه؟ كتبت ان برايس سيلينج كرييت اكسس ديماند او شورتج، واكتب كده ايه؟ اند ذيس كوز، اكتب كده ذيس كوز، ده بيسبب ذيس كوز، اكتب الثلاث حاجات دول، ذيس كوز كيوينج. كيوينج اهو انا بص بظلل لك عليهم اهو قدامك في السلايد اهو. كيوينج اللي هو ويتنج ان لاينز، ويتنج ان لاينز اللي هو طوابير. يعني عايز يا ابني تكتب طوابير اكتب، مش مشكله، بس انا بقول لك ده ليه، لان انا جبت عليها سؤال في امتحان السمر كورس السنه اللي فاتت، هوريه لك دلوقتي. كيوينج 2، رقم 2 فيفورد كاستمرز. افتكر صاحبي حسام اللي كان بيبيع لي السكر ومش بيبيعه لحد غيري انا، عشان احنا حبايب واصحاب وخلافه. فيفورد كاستمرز. رقم 3 بلاك ماركت. بلاك ماركت ان البياع بيبيع السلعه بسعر ماله هاير ذان برايس سيلينج. البرايس سيلينج كان ب 3، هو بيبيعه لي ب 15، انا مضطر اشتري. بلاك ماركت. طب نحل المشكله دي ازاي يا جماعه؟ عارفين نحل المشكله ازاي دي يا جماعه؟ بنتنا ندى سمير كامل قالت معلومه، مش قالت معلومه حلوه، قالت ايه؟ طب الحكومه تحل الموضوع ده ازاي؟ ان الحكومه بنفسها هي اللي توزع السلعه، الحكومه بنفسها government itself هي اللي بتعمل distribution للكميه المحدوده دي، الكميه اللي فيها shortage، توزعها على الناس ازاي؟ باستخدام زي التموين بالظبط، باستخدام البطاقات اللي هي اسمها بطاقات التموين، اللي هي اسمها بيسموها ريشن كوبونز، اللي هي كوبونات التموين، بطاقات التموين. حضرتك كل الناس في بلدنا عندها بطاقه تموين، لما السكر شح
اللي عنده بطاقة بيعمل ايه؟ يروح الجمعية ياخد الحكومة تقول له هديك كل شهر كمية على قد احتياجك بالظبط. انتوا كم نفر؟ نفرين، خد كيسين سكر في الشهر. انتوا ثلاثة، هديك ثلاث كيس في الشهر. عايز اكتر من كده؟ سوري، حسب العدد بالظبط، لان انا في ازمه في السكر. طبعا الظاهره دي ما استمرتش كتير، وبعد كده حصل يا جماعه الازمه اتحلت خلاص، فما بقتش الناس تروح تستخدم البطاقات التموين عشان تاخد السكر من الجمعيه. يبقى دي ظاهره برضو، ما بتبقاش ظاهره دايما، دي بتبقى مؤقته وبعد كده بتتحل. ماشي يا شباب؟ اوكي جميل. لاحظوا ان برايس سيلينج كان ماكسيمم ولا مينيمم؟ سيلينج ماكسيمم. ست باي هو الجوفرمنت. لور ولا هاير؟ لور. البرايس. جميل جدا، اتفقنا ان ده الحكومه بتعمله عشان تعمل بروتكشن لمين؟ تو بروتكت مين؟ الكاستمرز. الكاستمرز بالذات الغلابه اللي فيهم بالظبط، عشان نعمله. وقلنا ده بيعتبر كانه نوع من انواع السبسيدي. وقلنا طب لما النوع دوت من السياسه البرايس سيلينج كرييتس اكسس ديماند ولا اكسس سبلاي؟ اكسس ديماند بيعمل اكسس ديماند او شورتج. جميل جدا. طيب في زن، يا ريت يقفلوا المايك. في زن، حاضر. ماشي، اقفلوا المايك يا جماعه لغايه ما نكتب الملحوظه الرابعه. انا كده خلصت على فكره البرايس سيلينج خالص، خلصته تماما. اكتب معايا الملحوظه رقم 4. طبعا اتفقنا عشان السياسه دي تنفع لازم يكون السعر بتاع البرايس سيلينج لور. اكتب بقى رقم 4، ملحوظه رابعه والاخيره، اخر ملحوظه عندك. if price ceiling was above equilibrium price واكتب اعمل جنبها سهم كده. هل السياسه دي هتبقى ليها افكت ولا نو افكت؟ نو افكت. يبقى نكتب كده اكتب جنبها كده ايه نو افكت، واقفل المايك بتاعك. اكتب كده ايه نو افكت، مش هيبقى فيه تاثير. تمام. طبعا احنا كده نقطع. ها ممكن رقم 4 بس. حاضر بقول لك رقم 4. if price ceiling اهو، انا عشان برضو بص انا بظلل على الكلام اللي موجود قدامك عشان تبقى انت شايفه. if price ceiling was above equilibrium price تعملوا جنبها سهم كده او نقطتين في بعض. اكتب كده ايه no effect. السياسه دي هتكون كانك يا ابو زيد مغازيت، هتكون زي قلتها. امتى يكون في effect يا شباب؟ لما يكون price ceiling ايه، أباف ولا لور؟ لور بالظبط. لور بالظبط كده. احنا كده على فكره نعتبر خلصنا الجزء بتاع البرايس سيلينج والبرايس فلور. تعالى بقى نوري جت في امتحانات. طبعا الرسمه اهي، هل الرسمه اللي انت رسمتها مختلفه عن الرسمه دي يا جماعه ولا مش مختلفه؟ ها تقريبا شبهها ولا مش شبهها الرسمه التقل. ها شبهها نوعا ما. اهو طبعا اهو الاكسس ديماند او شورتج هو الجزء ده. تعالى بقى نشوف مع بعض اسئله. انا مجمع لك كل اسئله امتحانات السنين اللي فاتت من على الايه، على البرايس سيلينج والبرايس فلور، بحيث ان انت يبقى عندك جايد كامل، دليل كامل لشكل الاسئله. انا مش عايزك تدخل الامتحان فعليا وتتفاجئ باي سؤال انت ما تعرفش تحله، بالعكس انا عايزك تدخل الامتحان تجيب المية ومصر على ده. تعالى نشوف مع بعض اهو. study the following graph and answer the question. طبعا هو السؤال دوت موجود في سلايد نمبر 8، والحل بتاعه موجود في سلايد نمبر، والكوتشنز موجوده في سلايد نمبر 9. بس عشان نعرف الكوتشنز مش هينفع اجيب، لازم نبص في الشكل الاول. بصوا يا جماعه، حد يطلع لي كده الايكوليبريم برايس بكام؟ والايكوليبريم برايس ب 9 بالظبط. جبتها منين يا جماعه؟ بصوا يا جماعه، بصوا يا شباب، ادي السبلاي بيتقاطع مع السكشن مع الديماند عند برايس كام؟ ها 9 عند برايس 9. يبقى يا جماعه اهو ادي، مش في حد عنده زنه عند برايس 9. يبقى نعمل ايه؟ هنقول اهو ادي الايكوليبريم برايس بتاعي 9. طيب والكوانتيتي، حد يعرف يجيب لي الكوانتيتي بكام؟ الكوانتيتي 10. ممتازين، برافو عليكم، ربنا يبارك فيكم يا شباب. والكوانتيتي ايكوليبريم كوانتيتي 10. على فكره ده اول سؤال، هو اول سؤال في السلايد اللي بعد كده هنشوفه. What is the equilibrium price and the quantity in this market؟ فانا اقول له الايكوليبريم برايس 9
والإيكوليبريم كوانتيتي 10. السؤال الثاني، السؤال الثاني هنشوفه مع بعض، هوريه لكم كمان شويه اتنين. بيقول لي طب لو سمحت if the price is 4، ركز ما تتسرعش، في اكسس ديماند، هيكون في اكسس ديماند ولا اكسس سبلاي؟ ايه رايك؟ اكسس ديماند. احنا اتفقنا ان اي سعر، اي سعر يكون اقل من سعر التوازن الظاهر اللي عنده اسمها اكسس ديماند او شورت. حد يعرف يحسبها لي كام؟ حد يعرف يحسبها لي كام؟ ب 5. 5 كلام ايه؟ البرايس ب 5 و لا بس كي ماينس 13. 13 بالظبط، 13. مين اللي قال 13 دي؟ ها نوال الاشرف. مين؟ نوال اشرف. نوال نوال دي، نوال وما نوال دي جناح، نوال ما شاء الله عليها، اللهم لك حسن ويا كرم، دول دول اجنحه. بالظبط عليك، برافو عليكم. بص يا شباب اهو، تعال نرجع تاني للرسم بتاعنا. بص يا جماعه، بص يا شباب، لما تكون عند برايس 4 انا مش عايزك تتسرع، بص امشي امشي، ما توقفش غير لما تخبط في الاول كيرف. اول كيرف خبطت فيه مين؟ سبلاي. انزل كده، يبقى الكوانتيتي سبلاي بكام؟ كوانتيتي سبلاي بتساوي 3. كوانتيتي سبلاي ب 3. طب تعالى من عند نفس البرايس 4، امشي امشي امشي، اوعك تخبط في الثاني. غلط، اوعك تعمل 16 ماينس 3. اخبط في مين؟ اخبط في الديماند، اخبط في الديماند. الديماند خبطت فيه الكوانتيتي ديماندد بكام؟ 16. يبقى الكوانتيتي ديماندد 16. حضرتك لما تجيب الاكسس ديماند شوف الفرق بينهم، 16 ناقص 3 كام يا جماعه؟ ايكوال كام؟ 13 بالظبط. 16 ماينس 3 ايكوال 13 اهو. يبقى ثاني سؤال بيقول لك اذا برايس از 4 وي هاف اكسس ديماند اور اكسس سبلاي، وي هاف اكسس ديماند ايكوال 13. طب السؤال التاني بيقول لك اذا برايس از 15، شباب لما البرايس يكون في اكس سبلاي، اكس سبلاي بالظبط، ومش هقدر احسبه على فكره، ما اقدرش احسبه. عارفين ليه؟ ما عنديش الكوانتيتي سبلاي، هنا الكوانتيتي سبلاي مش نازله، مش محددها لي، فما اقدرش احسبه. بس هو انا عندي فوق مين؟ عندي اكس سبلاي بكام؟ ما اقدرش احسبه. يبقى رقم 3 وي هاف اكس سبلاي. طب رقم 4، ركزوا بقى، ركزوا بقى، ده سؤال جديد مرتبط بمحاضره النهارده. which price is price ceiling at when which one is price floor؟ الفور سيلينج 15 فلور. ثانيه واحده، ثانيه واحده، ستوب 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 فور سيلينج ومش فلور. لا ثانيه واحده بس، ازاي بس؟ صلى على النبي يا كوتش، صلى على النبي. ها لو قلت لك، لو قلت لك 15 فوق، ال 15 ده يعتبر هاير ولا لور؟ هاير. هاير هاير. قلت لك هو البرايس اللي هاير ده اسمه برايس ايه؟ برايس فلور. الفلور هو اللي فوق، الفلور هو اللي فوق، ده برايس فلور. بص اي سعر بيبقى اعلى ده اسمه برايس فلور، لكن السعر اللي تحت انت لسه اخر رسمه رسمينها 4 سيلينج. بس كده الموضوع سهل، مش موضوع صعب ولا حاجه. يبقى تقول له والله يا دكتور احمد السعر اللي فوق 15 ده فلور، والسعر اللي تحت 4 ده برايس سيلينج. سؤال، هو ال 15 فلور ده مينيمم ولا ماكسيمم؟ 15 ده مينيمم، مينيمم بالظبط، ده مينيمم، سوري مينيمم. لكن الفور السيلينج ده ايه؟ ماكسيمم. ماكسيمم ماكسيمم بالظبط، الفور السيلينج ده ماكسيمم، والفلور ال 15 اللي فوق ده يعتبر مينيمم. ممتاز ممتاز ممتاز. طبعا ادي سؤال، ده كان في امتحان اعتقد كان سنه 2018 اعتقد اهو. ادي الاربع اسئله اللي احنا قايلينهم مع بعض اهو، وادي الانسرز بتاعتهم موجودين، هم الانسرز موجودين مع بعض تحت اهو، بس انتوا حلتوهم كمان احسن من الموجود في السلايد. يا شباب، هل السؤال ده لو جاي لك في صوره ام سي كيو ولا في صوره تي ان اف صعب عليكم؟ صعب؟ لا 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 سهل جدا. اعتقد اعتقد الطالب بتاعي، وانا مصر، انا عايزك تبقى طالب لمبه، انت عايزك تدخل الامتحان تدخل كده نلاقي الورقه بتاعتك مشعه. تعال نشوف اللي بعد كده، تعال نشوفه. يا ايوه طبعا انا عايزك لمبه، بتضحكي ليه؟ ايوه، ودي حاجه كويسه مش شتيمه، انا عايزك لمبه. ماشي يا لمبه، تعالي يا لمبه نشوف اللي بعد كده. كيو 2 ام سي كيو، ده سؤال يا جماعه جاف على فكره في السمر كورس، ده انا اللي كنت حاطط السؤال ده، انا اللي كنت طبعا كذا دكتور في الماده، بس في السمر كورس كنت انا ودكتور زميل احنا اللي كنا حاطين الامتحان كله، انا اللي حاطط السؤال ده. برايس سيلينج كرييتس شورتج، بيخلق عجز، ويتش مي كوز، ايه رايك؟ queuing all of the above black market favored customers e. relation coupons all of the above all of the above. انا قلت لك من شويه ان البرايس سيلينج كرييت شورتج وده كوز، الثلاث حاجات دول queuing black market
favored customers. قلت لك الكيوينج الطوابير. بس السوليوشن بتاعته لازم نستخدم الريشن كوبونز. بالظبط اهو using ريشن كوبونز اللي هو ليميتد اهو هو يعني الاربعه دول مع بعض هم الاربعه دول مع بعض هم دوت على فكره يعتبر نتيجه للبرايس سيلينج. فالجمله دي جمله ايه؟ كل ده all of the above. على فكره احنا كده يا جماعه احنا كده خلصنا بارت 1 بارت 2 او وات ايفر بارت 2 بارت 2 بالظبط كده انا اسف. بارت 1 ده على فكره اسهل من ده كمان. ليه؟ لانه ده يعتبر تكمله لحاجه احنا خدناها في المحاضره اللي فاتت وفي كام سؤال في بنوتين ثلاثه دول في كام طالب فعلا لمبه بجد انا بعتبرهم لمبه في بنوته انا مش عارف هي من سيكشن ام ولا ايه او اتنين كان في سؤالين متجاوبين في المحاضره اللي فاتت بس انا مش قايل هم ليه صح وليه غلط. يعني انا قايل ان الجمله صح وقايل في المحاضره وكاتب في الاختيار ان الاختيار بتاعها الاختيار ده بس مش قايل ان انا اخترت ده. ففي طلبه بعتوا لي قلت لهم انا هجاوبكم عليه في المحاضره بتاعه النهارده. ما اعرفش اذا كان حد منكم ولا لا مش عارف يعني مش ما اعرفش اذا كان حد منكم ولا لا. واضح ان مش انتوا يعني واضح ان مش انتوا. تعالوا كده نشوف مع بعض مين اللي كان بيسال السؤال ده. ها مين؟ ناردين. اعتقد كان ناردين واحده منهم بالظبط ناردين. عموما تعالى نشوف مع بعض يا ناردين بنتنا ناردين تعالى نشوف مع بعض اجابه للسؤال بتاعك ليه اخترنا ده صح واختار غلط وقلت لك استني لغايه المحاضره الجايه. بصوا انا هشير معاك واهو ليف كوبي بارت 1 اهو واضحه ليكم يا جماعه السلايد واضحه السلايد الثانيه باينه لسه ها لسه لسه ما بنيتش اوكي طيب ظهرت حاضر ظهرت ظهرت خلاص ظهرت طيب الحمد لله اوكي ماشي طبعا مش احنا كان فاضل لنا سلايد نمبر 8 و9 تقريبا ما هم دول ما انا هقول هم دول البارت الجديد اللي انا هدخل فيه دلوقتي هو ده اللي انا هتكلم عليه هو ده اللي انا هتكلم عليه دلوقتي تمام. تعالى نشوف مع بعض كده ايه اللي هو ماركت ايكواليبريم. بصوا يا جماعه احنا فاكرين المحاضره اللي فاتت وريتكم بالرسم انت رسمت بنفسك اربع رسومات في رسومات رسمناها ان السبلاي يتحرك لوحده والديماند ما يتحركش صح وفي رسمتين رسمناهم مع بعض ان الديماند يتحرك لوحده والسبلاي ما يتحركش مش كده صح ولا صح. تعالى بقى نعمل ايه النهارده تعالى بقى نعمل النهارده حاجه جديده هنحرك السبلاي ونحرك الديماند الاثنين مع بعض هنحرك الديماند ونحرك السبلاي الاثنين مع بعض. بس عشان نحرك الديماند ونحرك السبلاي الاثنين مع بعض عندنا عارفين كام رسمه ادي 3 3 3 3 عندنا 12 رسمه عندنا 12 رسمه. طبعا استحاله ان انا حتى لما كنا بعيدا عن الكورونا السنه اللي فاتت واللي قبلها ما كناش بنرسم ال 12 رسمه على البورد كنا بنرسم بالظبط بكثير رسمه او اثنين. انا هعمل معاك حركه جدعانه كمان انا رسم لك في السلايد ال 12 رسمه كلهم بس هوريك بايديك ست رسومات منهم تعملهم معايا دلوقتي وانت لو عملت الست رسومات بايديك صدقني انت مش هتعمل 12 رسمه انت هترسم انت هتبقى ولا بيكاسو في الاقتصاد في المايكرو ايكونومكس. تعال نعمل مع بعض نشوف ال 12 حاله اللي نحرك فيهم السبلاي والديماند مع بعض هناخد منهم سته بس. تعال بقى اعمل ايه بقى السبلايز بتاعك معاك السبلايز بتاعنا كلنا اوكي تعمل ايه بقى هتقوم كاتب لي كده هتعمل لي صفحه جديده وتقسم لي الصفحه بتاعتك نصين اعمل لي صفحه جديده وقسم لي الصفحه بتاعتك نصين اهو زي ما انا عامل لك قدامك كده اهو بالشكل اللي انت شايفه. طيب دكتور ممكن سؤال اتفضلي يا بنتي طبعا هو الليكتشر دي كلها داخله في الامتحان بتاع الميد تيرم داخله في الميد تيرم اوكي يعني دي اخر حاجه داخله صح دي اخر حاجه داخله في الميد تيرم ها عايزين ندخل المحاضره الجايه كمان فيها عارفين المحاضره الجايه هنعمل لها حاجه حلوه جدا عارفين هعمل ايه المحاضره الجايه المفروض بالنسبه يعني هي المفروض في الكليه اصلا المفروض في الكليه يوم السبت الجاي هنتقابلوا في الكليه فاحنا هنعمل ايه في يوم السبت الجاي في الكليه انا هعمل لكم ريفيجن في المحاضره الجايه حلو كده حلو جدا حلو جدا يا دكتور شوفوا بقى انا ايه عشان تعرفوا ان انا اهو انا مش عايز اتخلى عن الطلبه بتوعي لا انا مره ثانيه باكد عايز الطالب بتاعي بس اوعك تجي لي المحاضره الجايه من غير ما تكون ذاكرت على الاقل ثلاث اربع محاضرات الاخرانيين يعني يهمني جدا ان اخر ثلاث اربع محاضرات بالذات من محاضره الديماند ومحاضره السبلاي ومحاضره الماركت ايكواليبريم اللي بقيتها الفايل ده اللي بقيتها الملف ده اللي هو بقيتها بارت 1 لو انت عملت ده وجيت لي الاسبوع الجاي يوم السبت على الاقل بص في الفيديوهات شوف وافتح البي دي اف قدامك صدقني هتلاقي ان انت عندك جاي للمحاضره الجايه السؤال جبت لك سؤال من المريخ والله هتجاوب احسن مني وهعمل لكم ده المحاضره الجايه ان شاء الله. تعالوا
تعال بقى نشوف مع بعض كده ايه. قسمت الصفحه معانا في قسمت الصفحه جميل. تعمل ايه بقى؟ هتكتب لي كده رقم واحد في الجنب ده، اكتب كده الرسمه الاولى. هتعمل ايه؟ هتكتب لي increasing demand، اهو اكتب لي ده increasing demand bigger than increasing supply. او ممكن تعمل بالاختصار بالرموز، تعمل لي ايه؟ increase اهو in demand، تعمل ان demand طالع لفوق increasing demand، وتعمل علامة bigger than more than greater than increasing supply. يعني التايتل بيوضح ان مين اللي بيزيد، السبلاي ولا الديماند ولا الاثنين؟ الاثنين بيزيدوا بس الديماند اعلى. بس مين اللي الزياده بتاعته اكتر من الثاني؟ زياده الديماند. زياده الديماند اكبر من الزياده بتاعت السبلاي. جميل جدا. تعال بقى نعمل ايه؟ عايزك تقوم راسم لي الكيرفات دي، انا مش مكمل الرسمه. اعمل لي كده ايه، محورين تحت كوانتيتي وفوق برايس. دكتور سؤال معلش، اقول بس الاول ارسم يلا ده الاول، ارسم يلا ده الاول الرسمه دي بتاعتي وانا هجاوبك على السؤال بتاعك. واكتب كده ايه، اعمل سبلاي عادي جدا سميه اس 1، واعمل ديماند عادي جدا سميه دي 1، واعمل نقطه تقاطع الاثنين الانترسكشن بتاعتهم وسميها اي 1، وانزل تحت هات لي الايكوليبريم كوانتيتي سميها كي 1، وهات لي على الجنب الايكوليبريم برايس سميه كيو بي 1. بعد ما تخلص الرسمه قول لي انا خلصت. خلصت. جميل، خلصتوا ده؟ ممتاز. إيش ما شاء الله عليكم، اللهم لا حسد قل عزوز رب الفلق تتحسد والله. جميل، تعال بقى نحرك بقى السبلاي والديماند بالطريقه اللي احنا خدناهم في المحاضره الثانيه والثالثه، سوري الثالثه والرابعه. فاكرين يا جماعه في الديماند في المحاضره الثالثه كنا في الكليه على السبوره، قلت لك الديماند لما يحصل فيه انكريز ديماند شيفت رايت ولا ليفت؟ ركز. شيفت رايت. 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 جميل جدا. عايزك تعمل ايه بقى؟ بص يا جماعه، هتقوم جايب الديماند شفته رايت، ايدك اليمين اللي انت بتاكل بيها، ايدك اليمين اللي انت بتشرب بيها، ايدك اليمين اللي بتسلم على الناس قرايبك والغرب وحبايبك واصحابك بيها، اللي انت بتكتب بيها لو انت ما انت الشمالاوي، وتعمل ايه؟ هتقوم محرك الديماند ناحيتها، وتحركه خلي المسافه ما بين الديماند الجديد والديماند القديم تكون مسافه مالها يا جماعه؟ تكون مسافه كبيره بقدر الامكان. خلي المسافه بين الديماند القديم والجديد تكون كبيره، وسمي ده دي 2 اهو، سميه دي 2. رسمناه؟ ايوه يا دكتور. طبعا اهم حاجه عايز الطالب الشاطر الكويس اللي زيكم، فاكرين قلت لكم ايه؟ كل لما ترسم حاجه لازم تسميها اول باول، فاوعك تنسى يا ابني ان ده اسمه دي 2، اكتب عليه دي 2، ده الديماند الجديد. كتبنا. جميل، تعال بقى نشوف الراس الثانيه فوق. وسبلاي حصل في ايه؟ انكريز. احنا خدنا لما السبلاي يحصل في انكريز سبلاي شيفت رايت ولا ليفت؟ رايت. بالظبط رايت او داون وورد، فانت تعمل ايه؟ الرايت هو الداون وورد، هو الرايت هو في حاله السبلاي، فتعمل ايه؟ هنحركه رايت. شوف ايدك اليمين اللي بتاكل بيها، بتشرب بيها، بتسلم بيها، بتكتب بيها، بس تكون الفرق بين السبلاي والديماند، السبلاي الجديد والقديم، مسافه كبيره ولا صغيره؟ صغيرة. لانه قال لك الانكريز السبلاي هو اللي قليل، فعايزك تحرك السبلاي موازي، ها بس يكون حته توتس، حته صغنطوطه، ها حته كده وسميها سميها اس 2. سؤال، هل يا جماعه الايكوليبريم بوينت الجديده هتكون زي القديمه ولا مختلفه؟ ها مختلفه. بص بقى انا عايزك تعمل ما تتلخبطش عشان في طلبه كتير بتتلخبط، تمشي بقلمك كانك بادئ من اول السبلاي الجديد والديماند الجديد، شوف الاثنين بيقطعوا عند بعض عند نقطه جديده اهو، شايف النقطه الجديده؟ امشي بسبلايك وديماندك وتسميها اي 2، سمي دي اي 2، ادي الايكوليبريم بوينت الجديده اي 2، وتعمل ايه اهو اي 2، وننزل عند الكوانتي واسميها كده. عليك بالظبط. بص يا جماعه لاحظوا ان الكوانتي دي حصل لها ايه؟ زادت. اعمل علامه ان هو اتجاه تساهم ان الكوانتي زادت. وعند عند اي 2 تعالى برايس، عند اي 2 هبرايس برايس زاد برضو، لاحظوا ان البرايس حصل فيه زائد. يبقى انا عايزك ما تحفظش، انا عايزك من الرسمه اللي طلع لك تكتب الكومنت الشهير بتاعها، اكتب الكومنت انه هتكتب ايه بقى تحت الرسمه دي؟ ان اكتب برايس انكريز اند كوانتيتي انكريز. بالظبط، برايس انكريز وكوانتيتي انكريز. هل يا جماعه هل الكلام ده، هل حد عنده طلع حاجه مختلفه عن النتيجتين دول؟ حد طلع عنده حاجه مختلفه؟ لا.
اعتقد كلنا طلع عندنا نفس الكلام. تعالى بقى نشوف كان في حد بيسال سؤال، حد من الولاد العنصر الرجالي كان مين اللي بيسال السؤال؟ ها يا دكتور كنت اسال، هو دلوقتي بالنسبه للامتحان هو هيجي شكله ازاي في المتر؟ يلا ده انت بتسال في الامتحان وانا برسم. يلا 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 هل ينفع يلا وانت قاعد بتاكل تقوم تصلي؟ هل ينفع يلا وانت بتصلي بتاكل؟ يلا يخرب بيت النفوق بتاعك، مش ممكن، حسب الله ونعم الوكيل فيك يا نور. انا مع حضرتك بس قلت اسال برضه. يلا انا هجاوبك على كل الاسئله بقى مني. انا قلت لك خليك ماشي ورايا، ما تخبط في الحيطه، خليك ماشي ورايا. ماشي اكتب حبيبي هجاوبك والله، ما تقلقش ما تقلقش والله ما تقلقش. وي ار ان ذا سيم تيم. ما قبل ما نجاوب السؤال بتاعك كتبنا الرسمه، ها تعالى اكتب معايا بقى رقم 2 النص الثاني في الصفحه، النص الثاني في الصفحه اكتب معايا رقم 2. رقم 2 هو 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 نفس التايتل، انكريز ان ديماند. اهو اعمل ديماند حصل فيه انكريز، اقل من السبلاي بس سمولر ذان انكريز السبلاي، الاثنين حصل فيهم انكريز بس الاتجاه ان هتعمل علامه للزين بدل ما هو بيجر زين. يعني الانكريز في الديمان للزين انكريز ان سبلاي. يعني من الاخر مين اللي المسافه بتاعته هتبقى اكبر في الحاله دي؟ السبلاي. بص هنعمل نفس الرسمه هي هي بغباوتها، هو ده انكريز انكريز، ده انكريز انكريز، بس هنا المسافه اللي كانت كبيره تبقى صغيره والمسافه اللي كانت كبيره صغيره تبقى كبيره. تعال بقى نشوف مع بعض اهو. انكريز ان سبلاي طبعا مين بنحرك السبلاي، رايت ولا ليفت؟ رايت. رايت شو بقى، وبعده شويه وسميها اس 2، حاول تبعده بقدر الامكان يكون موازي للسبلاي القديم. وانكريز ان ديماند، الديماند لما يزيد شيفتس برضو ايه؟ رايت. بس تكون مسافه مالها يا جماعه؟ حته توتس، حته توتس، حته صغنطوطه. بالظبط. بص يا جماعه بص يا شباب، طبعا انت الاول كنت هترسم، انت الاول ارسم اس 1 وارسم دي 1، انا نسيت اقول لك ارسم ده، رسمته؟ ها؟ اه ايوه يا دكتور. اوكي، ولما تيجي تحرك حرك بقى معايا الجديد اهو، ان اس 2 تبقى اكبر مسافه بعيده شويه، واس ودي الثاني ده دي 2 يكون مسافه تكون صغيره شويه، ده انكريز ده انكريز. رسمتوا الاثنين؟ التو سبلاي والتو ديماندز؟ اوكي. تعالوا نشوف مع بعض، هل يا جماعه هننزل كيو 2 هتبقى زي ما هي ولا تتغير؟ ها؟ هتتغير. بص بقى سبلاي جديد مع الديماند الجديد، اللي هي نقطه التوازن بتاعتك الجديده اي 2. بص يا شباب عندي اي 2، لاحظوا يا شباب حصل ايه في الكوانتيتي؟ الكوانتيتي زادت، زادت سبحان الله. بس حصل ايه في البرايس؟ قل. ارسم ده معايا، اكتب ان البرايس اهو قل والكوانتيتي زادت، والنتيجة اللي تطلع لك مش عايزين أكتر من كده، تكتب الكلمتين الكومنت بتاعك عليها الكومنت الشهير، اكتب كده إيه؟ هتكتب إنه price decrease decrease and quantity increase and quantity increase بالظبط and quantity increase. بس أنا مش عايزك تكتب أكتر من كده، أنت عملت ده تبقى أنت كده زي الفل. خدنا كام رسمة في ال 12 رسمة؟ خدنا كام رسمة؟ 2 2. هل صعبين يا جماعة؟ هل دول صعبين؟ لا لا. اوعك حد يحفظ، اوعك حد يحفظ فكره هو الكوانتيتي زادت او قلت. انت جاي لك حاله فوق تايتل فوق، تعمل ايه؟ شوف التايتل وحرك السبلاي والديماند زي التايتل، واللي يطلع لك يا ابني، اللي يطلع لك يا بنتي، الكميه زادت قلت، الكميه اللي يطلع لك اكتبه زي ما هو، اللي يطلع لك اكتبه زي ما هو، اللي انت هتكتبه ده صح. قول يا بنتي السؤال بتاعك ايه؟ دكتور انا كنت عايز اسال، يعني انا اتلخبطت في الحته اللي هي بتاعت لما الديماند يزيد الشيفت رايت، ولما مش عارف ايه الشيفتنج ده والاتجاهات ده كلها دخلت في بعضها. دي يا بنتي على فكره انت حضرتي معايا المحاضره الثالثه والرابعه ولا ما حضرتيش؟ حضرتها. اوكي، لو انت برضو مره تانية في حاجه واقفه معاكي او حاجه اتلخبطت فيها، انا بكره موجود في الكليه ساعتين، وبعد بكره موجود في الكليه ساعتين. تعرفي تجيلي الكليه؟ اعتقد اه. اوكي طب انا لو كده بعد المحاضره هاكد عليك المعلومه، وكده كده احنا اوريدي الاكونت بتاعي يعني لما الديماند يزيد. بص يا جماعه قاعده عامه، يا جماعه قاعده عامه، لو تفتكر ارجع للكراسه بتاعتك، انا عملت الكلام ده على البورد في الكليه وعملناه مع بعض في المحاضره الرابعه هنا على المنصه. قلت لك ايه؟ بص يا جماعه قاعده عامه، السبلاي والديماند الاثنين لما يزيدوا يتحركوا رايت، والاثنين لما يقلوا يتحركوا ليفت. تمام؟ لاحظوا ان في رقم 1 ورقم 2 هنا الديماند انكريز وهنا السبلاي انكريز، هنا الديماند انكريز وهنا السبلاي انكريز، انكريز انكريز انكريز، سواء الديماند او السبلاي الاثنين يتحركوا فين يا جماعه؟
بس كده خلاص انا ما عملتش حاجه غير ان انا حركت رايت ده حركت رايت ده حركت ليفت بس المهم انت عارف ان ده السبلاي وعارف ان ده الديماند ولا ما انتش عارف دول كمان ها يا بنتي بس خلاص انا مش عايز اكتر من كده تعالى نشوف التكرار يعلم الشطار تعالى نشوف اللي وراه تيجي ناخده الحاله الثالثه الحاله الثالثه ايه بقى الحاله الثالثه ايه بقى الحاله رقم 3 طب ثانيه واحده بس معلش ثانيه واحده بس الاول الله يكرمك عشان بس ما نضيعش الوقت بتاعنا بس في الاسئله وفي الاخر احنا مش هنخلص واحنا عندنا 100 ترم وانا حريص انك تجاوب على كل الاسئله الحاله الثالثه هي بغباوتها الحاله الاولى هي بغباوتها الحاله الثانيه بس الانكريس الديماند والانكريس السبلاي مالهم الاثنين بيصوبوا بالظبط تعالى بقى ناخده مع بعض الحاله الثالثه عشان ما تتلخفنش ده الاهم اكتب معايا كده ايه اهو انا فتحت لك السلايد اللي وراها اكتب معايا العنوان ده اكتب رقم 3 رقم 3 انه increasing demand هتكتب معايا increasing demand وهتعمل معايا increasing supply اهو زي ما انا بكتب بالظبط والاثنين مالهم يا جماعه بيساوا بعض هتكتب increasing supply بيساوي increasing demand equals عملنا العنوان ونعمل ايه بقى تحت العنوان عشان ما نعملش نفس الغلطه بتاعتنا بص يا جماعه انت عارف ان الكيرف اللي طالع ده دايما كيرف مين ده كيرف مين السبلاي والكيرف الثاني ده كيرف مين الديماند تبقى كارثه كبيره لو انت مفكر ان السبلاي هو الديماند والديماند هو السبلاي اهم حاجه في الرسمه انك تبقى عارف ان اللي طالع ده السبلاي ده بوزيتيف واللي نازل ده نيجاتيف ده الديماند رسمت الاثنين بعد ما ترسم الاثنين حط لي اي 1 ده الايكوليبريم بوينت وتنزل تجيب لي equilibrium quantity سماها Q1 وequilibrium price سميه P1 بعد ما تخلص رسمتك قول لي انا خلصت خلصت خلصنا بما فيهم بنتنا التايهة يا تايهة ها انتوا زي بناتي بالظبط وولادي بالظبط فانا بهزر معاكم زي ياسين ويحيى بالظبط بس انتوا مقاس كبير انتوا اكسترا يعني big sizes تعالى نشوف مع بعض هنعمل ايه حضرتك تعالى increase in supply increasing supply supply لما يحصل increase supply shifts right مش كيمياء مش حاجه خالص فانا عايزك تعمل ايه حضرتك شفت لي السبلاي رايت موازي اعمل السبلاي خط مستقيم موازي للسبلاي القديم وسميه اس 2 طيب وقال لك في increasing demand قلت لك الديماند في المحاضره الثالثه لما when demand increase demand shifts رايت برضه رايت فتعمل ايه بقى بص الديماند اهو بص الديماند اهو حركه ناحيه الرايت يعني الرايت شوف يا بنتي ايدك اليمين اللي بتاكلي بيها ايدك اليمين اللي بتسلمي بيها على الناس ناحيه اليمين وتعمل ايه بس قبل ما ترسمي الديماند الجديد يا جماعه طب قبل ما ترسم الديماند ما تتسرعش اعمل ايه بقى بص يا جماعه احنا عايزين نبين ان المسافه بين السبلاي والسبلاي بتساوي مسافه ما بين الديماند والديماند لان الاثنين ايكوالز صح كده تعمل ايه بقى بص بقى الحركه اللي هنعملها دي حركه ايه في منتهى الاجرام بص انت هتعمل ديماند جديد يعدي هنا فعشان تبقى رسمتك صح هتعمل ايه شايفين اي 1 شايفين نقطه التوازن اي 1 الاولانيه شايفينها عايزك على نفس المستوى كانك بتعمل مسطره خلي نقطه التوازن الجديده في نفس المسطره بتاعتها يعني الاثنين جنب بعض بالظبط الاثنين قدام بي 1 الاثنين قدام نفس السعر اهو يعني حدد التوازن الجديد الاول هقول لك ليه دلوقتي هفهمك ليه وسمي التوازن بتاعك اي 2 شوف انا هيفضل زي ما هو بالظبط وانا عشان حاجه تانية كمان اهو حددت نقطه التوازن حددناها نعمل ايه بقى خلي هنعمل سبلاي هنعمل ديماند جديد اتحرك ناحيه اليمين اهو اتحرك ناحيه ايدك اليمين اللي بتاكل بيها بتسلم بيها بتشرب بيها بتكتب بيها بص يا جماعه هل نقطه التوازن الجديده هي القديمه ولا مختلفه مختلفة بالظبط فنسميها سميناها اي 2 انزلوا كده يا جماعه انزلوا تحت كده يا جماعه حصل ايه في الكوانتيتي الكوانتيتي بس يا جماعه البرايس حصل ايه في البرايس انا هو مفيش اختلاف يعني البرايس ويل انكريز ولا ديكريز ولا ستي كونستنت stay constant بالظبط كده فانا عايزك تعمل ايه بقى تكتب جنب الكومنت بتاعك الكومنت الرهيب جنب الرسمه هتكتب ايه هتكتب quantity increase quantity increase تحتها but price stay constant price stay constant stay constant يعني هيفضل ايه هيفضل ثابت
لاحظ انت مش محتاج انك تحفظ، انا كل اللي عايزك تفتكره بس تراجع معلوماتك بتاعه المحاضره الثالثه والرابعه بتاعه واللي فاتت طبعا اللي فاتت، انه لما السبلاي يزيد اتحرك رايت، السبلاي يقل اتحرك ليفت، الديماند يزيد اتحرك رايت، الديماند يقل اتحرك ليفت. خلي بالنا كل لغايه دلوقتي انا كل تحركاتي ليفت ولا رايت؟ رايت لان الثلاث رسومات الديماند انكريز والسبلاي انكريز، بس مره زياده الديماند كانت اكتر، مره كانت زياده السبلاي اكتر، مره الزيادتين مالهم بيساوي بعض. بس الدنيا سهله. تعالى بقى نشوف ايه الرسمه الرابعه. طبعا على فكره في سلايدز انا اهو، بص يا جماعه الثلاث رسومات يا ابني يا بنتي اللي انت رسمتهم اهم، ادي الرسمه الاولى اهي، ادي الرسمه الثانيه اهي، انكريز انكريز مره اكبر مره اقل اهو، والرسمه اللي وراها اهي رقم 3 الانكريز في الديماند بيساوي الانكريز في السبلاي اهو، الاثنين قدام بعض، البرايس ما اتغيرش سي كونستنت بس الكميه اللي زادت. اعتقد الكلام سهل جدا، انا ما قلتلكش احفظ الرسومات، اعرف بس التايتل وحرك نفسك زي ما انت فاهم مش حافظ. تعال ناخدوا الرسمه اللي جايه، تعال بقى ناخدوا اللي جاي. احنا تفتكروا الثلاث رسومات اللي جايه انه طالما اللي كله ديكريز، كله ديكريز يبقى شفت الثلاث رسومات شفت فين يا جماعه؟ ليفت ليفت ليفت. بس بقى مره الديكريز في الديماند اكبر من الديكريز في السبلاي، ومره الديكريز في السبلاي اكبر من الديكريز في الديماند، ومره الديكريز هنا والديكريز بينهم ايكوال. اعتقد انت هتعمل نفس اللي فات بس هتعمل ايه العكس، فمفيش داعي نضيع وقت فيهم، مفيش داعي نضيع وقت فيهم، لان انا كده كده اوريدي في المحاضره دي، المحاضره اللي فاتت كانت تو سلايدز دول انا كنت كاتب لك ال 12 حاجه من غير رسومات اهو. بص يا جماعه انا هنا عاملهم لك اهو، رقم 2 ديكريز اهو، الديكريز في الديماند اكبر، الديكريز في الديماند اقل، والحاله اللي وراها الديكريز في الديماند بيساوي الديكريز في السبلاي. انا عامل لك الثلاث حالات اللي هم رقم 4 و5 و6 ورا بعض، اعتقد مش محتاجين ان احنا نعملهم عشان الوقت بتاعنا، واحنا اكيد كلنا رقبتنا عيني، انا المحاضره بتاعتي طويله جدا، بس سامحوني لان انا متكتف في الاونلاين بحاول اعمل معاك اللي انا اقدر اعمله. اوكي تعالى نشوف بعد كده، تعالى نشوف اللي بعد كده يا جماعه. في عندنا كام رسمه؟ انا قلت لك هم 12 كده، 6 فاضل كام واحده؟ 6 هنعمل منهم 3. ايه السته اللي جايين دول بقى؟ ان يحصل انكريز في الديماند بس اخد تاني يحصل في ايه؟ ديكريز. فهمتوا؟ يعني المرتين اللي فاتوا كان انكريز، دول اول ثلاث حالات. تاني ثلاث حالات كانوا ايه؟ ديكريز. هنا هنعمل ايه بقى؟ هنا انكريز في الديماند وديكريز في السبلاي، دي حاله. ويكون الانكريز في الديماند اكبر. ونعمل ايه؟ نعمل نفس الحاله. بس نعمل ايه؟ نعكس الانكريز في الديماند هو اللي يكون اقل، ونعمل حاله ثالثه نعمل ايه؟ الانكريز في الديماند بيساوي الديكريز في السبلاي. دول ثلاث حالات، يطلع لك الرسمه رقم كام؟ 7 و8 و9. طبعا انا هعمل لك رقم كام بقى؟ هعمل لك رقم 10 و11 و12 اخر ثلاث حالات اللي هم عكس دول، يعني انت كده كده الاثنين عكس بعض فمش هتفرق تعمل مين فيهم عن دول. انا سايب لك اخر ثلاث حالات، معرفش هم جم في بالي كده. تعالى بقى نكتب مع بعض. عاه السبلايز فاضي؟ السبلايز جاهز؟ اه جميل. جهز السبلايز بتاعك، اعمل ايه بقى؟ اعمل لي صفحه جديده كده اهو، اعمل صفحه جديده قسمها نصين، اعمل صفحه جديده قسمها نصين، وتعمل ايه؟ تقوم كاتب لي هنا ده الرسمه رقم 10 في الجزء الاولاني، اعمل رسمه رقم 10، خلينا احسن في اللون الاحمر كده لون حتى يعني رقم 10. وتعمل ايه في الرقم 10؟ اكتب كده ديكريز ان ديماند اهو، هنعمل ديكريز في الديماند، وفي اخد تاني العكس انكريز ان سبلاي. ومين اكبر من مين؟ الديكريز في الديماند اكبر من الانكريز في السبلاي. اعمل لي التايتل ده، عايز تعمله بالرموز اعمل، عايز تكتبه بالكتابه اكتب، اللي انت عايزه اعمله. ها كتبته يا شباب في الحاله 10 الرسمه 10 ان الديماند حصل فيه ايه؟ حصل فيه ايه؟ ديماند حصل ديكريز، حصل فيه سبلاي، حصل فيه ايه؟ والديكريز السبلاي حصل فيه انكريز. ومين اللي اكبر بالتاني؟ الديكريز في الديماند، ديماند اكبر من الانكريز في السبلاي. جميل. تعالى بقى نعمل ايه؟ هتعمل رسمتك الشهيره، هتعمل محورين تحت تقول كوانتيتي، وفوق تحط برايس، وتكتب تعمل منحنى سبلاي اس 1 وتعمل منحنى ديماند دي 1. اعمل اللي هو الرسمه العاديه الايكوليبريم العادي لسه قبل ما نكعبل الرسمه. واول ما تخلص
تقوم عامل عند نقطة الانترسكشن سميها E1، وتنزل تحت تجيب كوانتيتي تسميها Q1، وتجيب الإيكوليبريم برايس تسميه P1. خلصتوا؟ أوه. بارك الله فيكم، ممتازين ما شاء الله عليكم. والله يا جماعة مصر في إيد أمينة. ها تعالى بقى نشوف مع بعض، ترجم اللي موجود في العنوان، ترجمه على الرسمة. أنت مش هتعمل حاجة غير اللي في العنوان. بص يا جماعة، قال لك الديماند يحصل فيه إيه؟ decrease. بص بالهداوة كده، بالهداوة عشان بص الديماند لما يحصل فيه decrease demand shifts lift، فتعمل ايه؟ شايف ايدك ايدك الشمال ايدك الشمال اللي انت مش بتكتب بيها، مش بتسلم بيها، ايدك الضعيفة لو انت ما انتش بتكتب بالشمال. حرك الديماند، بص شايف الديماند فين؟ الاول حدد فين الديماند القديم بتاعك، حركه الناحية العكسية الشمال، وتعمل ايه؟ تقوم محرك الديماند وتخلي المسافة ما بين الديماند والديماند كبيرة ولا صغيرة؟ ها؟ كبيرة. كبيرة بالضبط كده، خلي المسافة كبيرة بقدر الإمكان، وسمي ده سميه دي 2. اهو انا كده حركت الديماند ناحية الليفت، حركته ليفت. جميل، لانه قال وفي التايتل فوق قلت لك السبلاي حصل فيه انكريز ولا ديكريز؟ increase. And when supply increase, supply shifts right. يبقى حركوا ناحية right. الإيدك اليمين اللي بتاكل بيها، بتشرب بيها، بتسلم بيها، بس حتة تطس بالظبط اهو، حتة موازية صغنطوطة كده تطس، وتسميها S2. بص يا شباب S2 يا جدعان يا شباب، ها سبلايك الجديد مع ديماندك الجديد اهو، سوري السبلاي مع الديماند. انا هجيب حتى لون تاني مختلف عشان برضو ابقى انا ماشي تمام. اهو سبلاي S2 مع ديماند D2 تحت اهو، هتلاقي نقطة التوازن الجديدة بتاعتك اهي، سميها E2، سميها E2. ممكن عشان البرايس هيقلوا، الكيو قلت والبرايس قل. الله عليكم، الله عليكم. بص يا جماعة الكوانتيتي الجديدة اهو Q2 انخفضت، حركة الناحية دي، والبرايس الجديد نزل لتحت. يبقى تكتب التعليق بتاعك زي اللي طالع على الرسم بأي كان، بس اكتب يا بنتي، وانا مصدق بيك على طول. اكتب كده، اكتب تحت كده ايه، ان البرايس ديكريز اند كوانتيتي ديكريز. ده قال له ده يا جدعان، هل الكلام ده صعب بذمتكم؟ صعب؟ ها هل صعب؟ لا صعب. لا خالص، انا ما طلبتش منك تحفظ الكومنتات، انا عايزك تعرف الرسم، والرسم هو اللي بيطلع لك الكميه زادت ولا قلت. تعالى بقى نعمل اختها، هي بغبراتها نفس الرسمه، هنسميها 11 في الوش، بس تعمل ايه؟ ان الديكريس في الديماند ماله لزان از لزان، ها لزان انكريز ان سبلاي. اعمل لي التايتل دوت، وتحت التايتل ده ترسم لي الرسمة دي، ارسم لي سبلاي كيرف سميه S1، وديماند كيرف سميه D1، ونقطة إيكواليبريم سميها E1، وهات لي كوانتيتي تحت سميها Q1، P1، وطبعاً الكوانتيتي تحت على المحور الأفقي، والبرايس على المحور الرأسي. وبعد ما تخلص قول لي أنا خلصت. خلاص يا دكتور. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. هل الولاد اللي معانا نور، يا نور، ها؟ هل البنات سابقينك ولا أنت شغال معاهم ولا إيه الكلام؟ لا تمام. اوكي، تعرف يا نور ان البنات دي حقيقه علميه على فكره، بيعرفوا يعملوا الحاجات اسرع من الولاد، دي حقيقه على فكره، دي حاجه علميه. فللاسف الشديد يا نور مش هنقدر نصد قدامهم، يعني للاسف الشديد. يعني تعالى بقى نشوف مع بعض، حرك بنفس الكلام اللي هو موجود في التايتل. قال لك ده في بص الاول اهو انكريز ان سبلاي، والانكريز السبلاي هو اللي كبير طبعا، السبلاي انكريز يبقى سبلاي شيفت رايت. حرك السبلاي يا جماعه مسافه كبيره بالظبط، سماها S2. طبعا انا كبرتها قوي يعني، كبرها مش هتفرق. والديماند الجديد الديماند ديكريز، ديماند ديكريز ديماند شيفت ليفت، ليفت اللي هو ناحيه ايدك الشمال اللي مش بتاكل صغيره بالظبط، حتها هي حته صغنطوطه تبتس. بص يا جماعه اهو، وسمي الديماند الجديد ده سميه الاول، لازم تسمي ولادك، سمي الولاد، سمي المنحنيات. سبلاي مع ديماند اهو لونهم احمر عندي، هتلاقي التوازن الجديد E2. شوف بص يا جماعه حصل ايه لما ننزل تحت، الكوانتيتي حصل لها ايه؟ الكوانتيتي زادت والبرايس قلت بالظبط. بص هتعمل الكوانتيتي زادت لكن البرايس حصل له ايه؟ البرايس قل decreased اهو، والبرايس قل بقى عند P2.
طبعا يا جماعة أنا نكتب الكومنت ده جنب الرسمة أو تحت الرسمة تكتب كده إيه إنه price decrease quantity increase بالضبط price decrease أهو price حصل فيه decreases لكن الكوانتيتي الكوانتيتي increases الاثنين عكس بعض طبعا اللي طلع لي من الرسمة أنا كتبته جميل تعال بقى ناخده آخر رسمة هنعملها وبعدين أوريكوا الأسئلة كان في شوية أسئلة كده كانت موجودة في المحاضرة اللي فاتت بعت لي فيه كم طالب فيهم لمبة وأنا عايز كل اللي موجودين في سكشن M يكونوا نونط زيهم وهم طبعا لمبة من غير حاجة يعني تعال بقى نشوف اللي بعديها أهو الرسمة اللي بعديها دي آخر رسمة تكتب جنبها رقم 12 أهو هتعمل إيه decrease decrease بس الديكريز هنا بيساوي الانكريز هنا أهو decrease in demand equal بيساوي increase in supply وارسم رسمتك عادي بقى زي ما اتفقنا price و quantity D1 و S1 والاتنين بتقطع عند E1 بص احنا يعني التكرار لحد الملل تخيلوا بقى ان انا بشرح دوت من الصبح لتلات سكيشن يعني لما تخلص قول لنا خلصت بس ما حدش يرسم السبلاي والديماند الجداد عشان في حته ايه في حته تريك كده اوكي تعالى بقى نرسم مع بعض بصوا يا جماعه تمام ده هو قال لي انه انكريز ان سبلاي السبلاي لما بيزيد بيتحرك ناحيه اليمين صح شيفت رايت انا محرك السبلاي الجديد اهو رايت اهو واسمي دوت اس2 حركته ناحيه اليمين انه حصل فيه انكريز انما الديماند لما بيقل ديكريز الديماند شيفت ليفت فحرك الديماند ناحيه الليفت ايدك الشمال حركها مسافة أكبر ولا أقل ولا نفس المسافة قبل ما تحرك؟ نفس المسافة بس هتعمل إيه بقى؟ بص بقى الفن فين بقى؟ هتعمل إيه بقى المرة دي؟ بص يا شباب المفروض إن الديماند الجديد هيقطع السبلاي الجديد في نقطة التوازن فتعمل إيه؟ بص يا جماعة شايفين نقطة التوازن E1؟ شايفين E1؟ شايفين E1؟ كأنك بتنزل 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 لغاية ما تخبط في السبلاي اللي تحتها شايفين النقطة دي؟ أهو أنا عمال أظلل فيها أهي كبرت حتى سميها قبل ما تعمل حاجة سمي نقطة التوازن الجديدة سميها E2 سمي نقطة التوازن الجديدة انا لسه ما فهمتش بالظبط ان كان نقطه التوازن القديمه والجديده فوق بعض وتعمل ايه بعد ما حددت النقطه تقوم راسم الديماند الجديد اهو اتحرك ناحيه الشمال لتحت اتحرك كده ناحيه الشمال يعني حصل فيه ديكريز انا كده لما عملت الحركه انا كده ضامن ايه ضامن ايه كده انا كده ضامن ان المسافه بين السبلاي هي نفسها المسافه بين الديماند المسافه هنا هي المسافه انا بعمل الحركه دي عشان اباين المسافتين زي بعض بصوا يا جماعه نقطة التوازن الجديدة هل الكوانتيتي اتغيرت ولا زي ما هي؟ الكوانتيتي كونستنت لكن البرايس حصل له ايه؟ قل ديكريزد بالظبط فانا هكتب الكومنت بتاعي زي ما طلع عندي واكتب كده ايه؟ انه برايس بالظبط برايس ديكريزز برايس ديكريزز الكوانتيتي كونستنت بالظبط بات كوانتيتي ويل ستاي كونستنت الكوانتيتي ويل ستاي كونستنت انا متاكد مليون في المية ان انا مش خايف على حد فيكم بامانه انا مش خايف ليه بقى لان احنا لما نشوف دلوقتي الاسئله اللي جايه دي الاسئله دي التفاصيل الفنيه دي احنا حليناها مع بعض هي دي الاسئله اللي انت متاكد مليون في المية انها هتدخل تلاقي زيها في الامتحان طبعا مش كل الامتحان كده لكن هتلاقي فيها اسئله شبه الاسئله دي تعالوا نشوف بقى مع بعض ايه الاسئله طبعا احنا رسمنا ستة في كام واحده ما رسمناهمش 86 هتلاقيهم معكوسين طبعا هم مرسومين في سلايدز يعني لما تفتح السلايدز بتاعه النهارده هتلاقي ال 12 رسمه كاملين اعتقد ان اي حد فيكم يعرف يحركهم بقى يمين وشمال احسن مني انا شخصيا تعال نشوف مع بعض اهو طبعا الثلاث حالات الاخرين اللي احنا رسمناهم اهو ادي حالتين منهم وادي الحاله الاخيره اهو شايفين يا جماعه التوازن فوق التوازن فالكوانتيتي زي ما هي بس البرايس هو انخفض دي كانت اخر رسمه دكتور طب معلش بس ممكن أسأل حاجة هو أنا لازم أبقى حافظة كل حاجة معينة هي مثلا زي آخر واحدة ديكريز أبقى مخصصة أنا حافظة فهمتك يا بنتي اوكي بنتنا ندى قصدي اسمحي لي أرد عليك يا بنتي اسمحي لي أرد عليكي اوكي رد هيكون إيه يا ندى رد هيكون أنت إحنا بنشرح لكن شكل السؤال إيه يا ندى بقى ده الاهم اللي يفيدك بقى ندى تقول لي دكتور هو احنا بنتسال في الحته دي ازاي مش ده اللي يهمك يا ندى اه يا دكتور تعالي بقى اوريك احنا بنتسال ازاي أوكي. وعشان اقنعك ان انت لو عملتي التريننج اللي احنا عملناه اللي انا عملته ده تريننج ده ايه ده التدريب التدريب اللي انت عملتيه ده هو ده اللي هيخليك تحل الاسئله اللي جايه تمام انت فهمتي التمرين اللي انت عملتيه فهمتيه
فهمته جدا. تعالى نشوف مع بعض بقى ايه الضرب بقى بيجي ازاي، بقى الاسئله بتيجي ازاي يا ندى. تعالى نشوف مع بعض اهو. ادي سؤال باين قدامكم في السلايد، ده سؤال كان موجود في محاضره المره اللي فاتت. لا لسه ما ظهرش. ما ظهرش عندكم؟ ها كده ظهر. ظهر اوكي. ادي سؤال يا جماعه كان موجود في محاضره المره اللي فاتت، حلناه على سرعه سريعا. تعالى المره دي نحله بشويه تفصيل شويه. ده سؤال على فكره الثلاث اسئله دول مرتبطين بالكويشنز دول، حليناهم انا عارف، بس دول جم في امتحان السنه اللي فاتت في الميد تيرم. بص بقول لك ايه، if the demand and supply of fish are given by following equation، اعطيني المعادله الاولانيه وقال لي كيو. هل هو قال لي كيو اس ولا كيو دي؟ هل هو وضح؟ لا ثاني ما وضحش. تفتكروا يا جماعه المعادله الاولى لو تنفع تبقى انه معادله دي يا شباب demand ديماندد. ليه ديماندد؟ عشان ماينس، عشان ماينس. المحاضره اللي فاتت في حاله الديماند في نيجاتيف ريليشن، يبقى انا عارف كطالب شاطر ان الكوانتيتي اللي فوق دي كوانتيتي سبلايد ولا ديماندد؟ ديماندد. يبقى دي معادله الديماند ولا السبلاي؟ ديماندد. المعادله الثانيه، بصوا يا جماعه المعادله الثانيه علامه ايه في النص؟ بلس بوزيتيف. يبقى دي علامه، يبقى ده مين كوانتيتي ديماند ولا كوانتيتي سبلاي؟ سبلاي. معادله الديماند ولا السبلاي؟ السبلاي. بص يا جماعه السؤال بيقول لك ايه، ايكويشن 1 از ديماند اند ايكويشن 2 از سبلاي، ولا ايه رقم رقم بي؟ ايكويشن 1 از سبلاي اند ايكويشن 2 از ديماند، نختار مين فيهم، ايه ولا بي؟ ايه. لانه واضح جدا في ايه اهو، ده متفق مع الكلام اللي قلناه. 1 از ديماند ايكويشن، ليه ديماند ايكويشن؟ عشان العلامه نيجاتيف. And equation 2 is supply equation، فعلا 2 equation بتاعت supply لان العلامه بوزيتيف. شباب ده سؤال جه في امتحان الميد ترم السنه اللي فاتت بذمتكم، لو جالك مره ثانيه السنه دي تعرف تجاوبه ولا ما تعرفش تجاوبه؟ نعرف. ربنا يا رب يثبتكم يا رب ساعه السؤال يا رب. طيب تعالى ان شاء الله، وان شاء الله انا واثق باذن الله ان طلبه سيكشن ام هتبقى ممتازه ممتازه ممتازه. تعالى نشوف اللي بعد كده. Using the equations in question اللي فوق، question 1 على فكره مش question 15، question 1. The equilibrium quantity is and equilibrium price is، عشان نجيب الكوانتيتي والبرايس لازم نعمل ايه في الاثنين؟ ده بيقول لي equilibrium. مين بيساوي مين يا جماعه؟ الكوانتيتي ديماند الكوانتيتي سبلاي. تعالى يا جماعه دي فيها مشكله بالنسبه لكم انكم تعرفوا تساووا معادلتين ببعض؟ هل دي صعب فيها؟ لا اعتقد احنا سوينا معادلتين المره اللي فاتت وعملناهم، اعتقد عملنا بايدينا والدنيا كانت سهله جدا. طبعا لما تيجي تساوي معادلتين ببعض هتكتب ايه؟ هتقوم قايل المعادله الاولى 120 ها ناقص 25 بالظبط ناينس 25 بي برايس ايكوال 30 بلس 50 بي بالظبط ايكوال 30 اهو ايكوال 30 بلس 50 بي. فاكرين احنا كنا بنعمل ايه المره اللي فاتت؟ ها هنودي الارقام مع بعض ونجمع البي مع بعض. اللي عندي شاطر جدا بجد ما شاء الله عليه 75 بي بالظبط. ال 30 ال 30 هوديها هناك مع الايه مع طبعا ال 30 لما اوديها هناك تبقى 90 تبقى 90 30 كام يا جماعه؟ 90 تساوي 30 25 25 بي. لما نحولها ناحيه ثانيه تبقى بساين بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. بوزيتيف يبقى كانك بتقول لي 25 و50 كام؟ 75 بالظبط. طبعا انتوا عارفين واشطر مني في الماس في الماثماتكس 90/75 اقوم قايل ان البرايس بيساوي 90/75 1.2. الله عليكم تطلع 1.2 تطلع الكلام ده ب 1.2 تطلع 1.2 هنعوض بيها في اي ايكويشن ونطلع الكوانتيتي. طبعا يا جماعه لاحظوا ان اهو طبعا خلي بالنا بصوا في الاختيارات مين اللي فيه 1.2 ايه ومين؟ ايه ومين؟ ايه ودي ودي الاجابه هي ايه دي؟ طبعا انا عشان اعمل ايه؟ لازم اخد الاول اخد ال 1.2 اعوض فيها في اي واحده من دول، لما تيجي تعوض هتلاقي ان الكوانتيتي بتاعتك طلعت ب 90. يبقى الاجابه بتاعتي هي دي. جميل تعالى نشوف اللي بعد كده. اللي بعد كده طبعا اللي بعد كده يا جماعه دي مهمه جدا وانا بعيد عليها مره تانية رغم ان احنا خدناها محاضره اللي فاتت. هعوض الفور بالاثنين بالظبط بس كده مش هيساويهم ببعض مش هيساويهم ببعض مش هيساويهم ببعض. بص يا جماعه لما تيجي تعوض في المعادله الاولانيه انا عايزك تكتب ده، معلش اكتب ده معايا اكتب ده معايا اكتب في المعادله الاولى
الاولى كانت كوانتيتي سبلايد ولا ديماندد؟ اتفقنا ديماندد بالظبط بتساوي عوض كده ان البرايس ب 4 يبقى تقول لي 120 20 تطلع 20 تطلع 20. الشطاره دي ما شاء الله العيال الشطوره دي ما شاء الله والله انا فخور بيكم جدا. يبقى 25 تايمز 4 جبت منين ال 4 دي؟ هو اللي قال ان البرايس ب 4 دولار لكل سمكيه. يبقى كانك بتقول لي 4 في 25 ب 100، 120 ناقص 100 يطلع لك كام؟ ب 20 اور 20 اهو يطلع لي ب 20. يبقى يا جماعه انا جبت كده ايه كوانتيتي ديماند. طب تعالى اقعد في الكوانتيتي سبلايد تطلع كام؟ 230 تطلع 230 ده يبقى سيربلس او اكسس سبلاي. لما تيجي تعوض تطلع ب 230. يا جماعه لما تكون الكوانتيتي سبلاي اكبر من الكوانتيتي ديماند اسمه سيربلس ولا شورتج؟ سيربلس. يبقى تقول لي ده انا عندي سيربلس. سيربلس بكام؟ تقول لي السيربلس بيساوي الفرق بين بالظبط 230 يعني بكام؟ 210 210. يبقى نختار مين فيهم يا جماعه؟ مين المعدل اللي فيها سيربلس 210؟ بي بالظبط كده. سيربلس ايكوال 210 اهو انا اكدت عليها مره ثانيه. ها لو جت في الامتحان تعرف تحلها؟ اه خلاص يبقى مش هجيبها في الامتحان. طيب تعالى بقى نشوف. في بنوته بعتت لي على رقم 4 دي وانا بحييها جدا لانها استخدمت مخها، وانا متاكد ان ولا طالب فكر انه عشان نجاوب السؤال ده لازم نلف اللفه الكبيره دي. بصوا السؤال ده في غايه الاهميه. السؤال ده احنا جبناه في امتحان السنه اللي فاتت بس كنا عاطين له وزن نسبي اكبر من اي ام سي كيو تاني، يعني كل ام سي كيو ممكن نديله درجتين درجه. السؤال ده كنا عاطينه بمقام 3 ام سي كيو، كنا عاطينه مقام 3 درجات من اي ام سي كيو تاني. ليه؟ لان الطالب عشان يجاوبه مش هيعرف يختار الا لما يعمل ايه؟ شايفين في 4 اختيارات. عشان تختار الاختيار الصح عارفين تعمل ايه؟ لازم كل اختيار ترسمه. من بص يا جماعه اكتب لك ايه؟ عشان تجاوب لازم ايه؟ لازم ايه؟ بص انا كاتب لك بالعربي حتى، انا ما بكتبش بالعربي في السلايدز. عشان تجاوب لازم ترسم كل اختيار من الاربع اختيارات. فالطالب ده احنا بنحطه في الامتحانات ساعات سؤال كده عشان نميز الطالب اللمبه. وعشان كده بقول لك انت طالب لمبه، انا مش عايزك تبقى لمبه ما كنتش حليته معاك. كنت عملت لك خليتك تقع في الفخ بس مش عايزك تقع في الفخ. ده اللي بتقول علينا ده نظمي. هو ترجم لي ليه الكلام اللي احنا قلناه اللي فات ده بيجي سؤال ازاي؟ هو ده. تعالوا نشوف مع بعض. بص يا شباب اقرا التايتل كده بيقول لك ويتش اوف ذا فولوينج. ده بص يا جماعه ده موجود صفحه كام عشان تبقى عارف يا ابني يا بنتي؟ ده ماركت ايكوليبريم، ده صفحه اللهم صل على سيدنا محمد، ده صفحة 11. اكتب معايا عشان ده في غاية الأهمية. السؤال ده في غاية الأهمية، لازم تلاقي حتة من دي في الامتحان. اكتب ده بيج 11. بص يا شباب ده بيج 11 صفحة 11 فأهنو بارت في بارت 1. بص يا شباب بيقول لي which of the following would cause the equilibrium price. سؤال يا جماعة، هو أنا عشان إيه الإيكوليبريم؟ الإيكوليبريم لازم أرسم مين ومين؟ لازم أرسم إيه وإيه؟ لازم ابقى سبلاي وديماند. بالظبط. فانت الرسمه دي هو بيقول لك الاكواليبريم، انا عشان اعمل ده يبقى لازم يبقى فيه سبلاي وديماند اصلا. وود كوز اكواليبريم برايس اوف بيتزا تو ايه؟ تو ايه؟ تو ديكريز. تو ديكريز. هو بيقول لي في التايتل ان البرايس هيحصل فيه ديكريز. صح كده؟ تمام. اند اكواليبريم كوانتيتي تو ايه؟ تو ايه؟ انكريز. انكريز. يعني هو بيقول لي ان البرايس هيقل والكوانتيتي هيزيد. فبيقول لي شوف مين في الاربع اختيارات اللي موجودين تحت دول هيطلع لك النتيجه دي. اللي طلع لك النتيجه في الاربع اختيارات دول هو ده الاختيار الصح. يعني انت لما ترسم الرسمه الاولى لو طلع يا بنتي يا ندى نظمي ان البرايس قل والكوانتيتي زادت إيه الاختيار. لو ما طلعش كده يا ندى يبقى ما ينفعش نختاره. الاختيار الثاني يا ندى نظمي ان انكريز ان برايس اوف كاتشب ا كومبلمنت فور بيتزا، لو طلع الاختيار الثاني جاب لي النتيجه دي اللي هو البرايس هيقل والكوانتيتي تزيد يبقى نختار الثاني، ما طلعش ما نختاروش وهكذا. تعالى بقى نجرب اختيار اختيار. انا عايزك تعمل ايه بقى؟ تعالى نعمل كده. اول اختيار، اول اختيار بيقول لي ايه؟ انكريز ان برايس اوف تشيز. صح كده؟ صح كده؟ اه. تعالى بقى ايه صل على النبي كده عشان خاطر مش عايزين نعك، عشان خاطر الكلمه دي هتستفزني جدا. شباب لو اي واحد فيكم بيمتلك بيتزا هات، بيتزا بص السؤال بيقول لك بيتزا
الديماند بتاع البيتزا او السبلاي بتاع البيتزا الايكوليبريم بتاع البيتزا بذمتكم هو التشيز بالنسبه للبيتزا يعتبر ايه وما تتسرعش كوست اوف برودكشن. اوعى حد يقول لي كومبلمنت، اوعى حد يقول لي سبستيتيوت، تقول لي الكلمه دي، الكلمه دي مستفزه جدا يا جماعه. البيتزا انا لو مالك بيتزا هات ما اقدرش انتج بيتزا هات الا لما يكون عليها احط عليها حاجه اسمها ايه من الانبوت اسمها ايه حد حاجه من الانبوت اسمها تشيز. يبقى انا عايز اكتب ملحوظه cheese cost of production for pizza اوعى تقول لي لا كومبلمنت ولا سبستيتيوت، هتاخد زيرو قد كده. اوعك تعمل كده، اوعك تعمل الجريمه دي، اوعك. اللي تشيز يا جدعان بالنسبه للبيتزا كومبلمنت؟ لا لا تعتبر ايه كوست اوف برودكشن. تعالى بقى نطور مستوى التفكير تاني. في المحاضره الرابعه تفتكر بتاعه السبلاي نيجاتيف مع السبلاي، قلت لك هو الكوست اوف برودكشن بتاثر من ضمن العوامل اللي بتاثر على الديماند ولا السبلاي؟ السبلاي. على المحاضره الرابعه الفيديو موجود وانت معايا في الكليه وعلى المنصه ومسجله، هتلاقي يا جماعه ان الكوست اوف برودكشن بتاثر على السبلاي. يبقى معنى كده يا جماعه لما يحصل تغير في التشيز الكوست اوف برودكشن ده يحرك منحنى السبلاي ولا يحرك منحنى الديماند؟ سبلاي بس supply. مش هنحرك الديماند، مش هنحرك الديماند، هنحرك السبلاي بس. بصوا اهو، فانا اعمل ايه؟ بصوا يا جماعه اهو، ادي تحت كوانتيتي وفوق برايس، وادي السبلاي اهو اس 1 سميه اس 1 وماله، وادي الديماند سميه دي 1 وماله، حتى لو ما اتحركش مش مشكله. ودي نقطة التوازن بتاعتك اللي انت بترسمه، هتقوم عامل على جنب في الايه مع هيتوزع لك كده ورقة بتاعت مسودة، بيتوزع عليك مسودات عشان تحل فيها الايه الحاجات اللي زي كده يعني كهامش. تنزل تحت تجيب الكوانتيتي، الكوانتيتي الاولى اسمها كيو 1 صح كده، والكوانتيتي واللي في الجنب ده اسمه ايه ايكواليبريم برايس صح كده بي 1. جميل، قلت لك ان التشيز كوست اوف برودكشن لما الكوست اوف برودكشن انكريز، قلت لك الكوست اوف برودكشن علاقتها بالسبلاي علاقه ايه؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. راجع المحاضره الرابعه نيجاتيف. يبقى لما يحصل انكريز في الكوست اوف برودكشن يحصل ايه في السبلاي بتاع البيتزا؟ العكس يحصل ايه؟ يقل. يبقى السبلاي لما يقل السبلاي شيفت رايت ولا ليفت؟ ليفت. بص يا جماعه بص يا جماعه اهو، حرك السبلاي ليفت وورد يعني ناحيه ايدك الشمال اللي مش بتاكل مش بتشرب مش بتسلم مش بتكتب بيها. بصوا يا جماعه، هل يا جماعه هنحرك الديماند؟ هل هنحرك الديماند؟ لا الديماند زي ما هو زي ما هو. بصوا يا جماعه، بصوا يا شباب، ادي الايكواليبريم الجديد اي 2، وادي البرايس الجديد الكوانتيتي الجديده سوري يو 2. لاحظوا يا جماعه ان الكوانتيتي حصل لها ايه؟ قلت. والبرايس حصل له ايه؟ قلت. والبرايس زاد. سؤال، هل النتيجه اللي طلعت دي، بص يا جماعه بص فوق انا كاتب لك ايه، ان البرايس المفروض دي يقل والكوانتيتي هي اللي تزيد، اللي حصل في الرسمه دي ايه؟ العكس. العكس. ده البرايس هو اللي زاد والكوانتيتي قلت، عشان كده بقول لك ايه. سو ايه از رايت اور فولس؟ ايه از ايه؟ ها؟ فولس. بص يا جماعه بص انا كاتب، بص جايب لك الاجابه، اجابه نموذجيه، بص كاتب لك ايه؟ سو ايه از فولس؟ ها؟ هل ليك حجه؟ هل ينفع نختار ايه؟ هل ينفع نختار ايه؟ لا لا ما ينفعش نختار ايه. خش في بي، تعالى نخش في بي. في بي وسي هيبقى ديماند اصلا مش سبلاي. ماشي جميل، انا ما قلتش حاجه يا بنتي، خديني على قد عقلي. تعالي تعالي احنا بنتعامل كان انا الطالب، انت انا مكانك في الامتحان اهو. ان انكريز ان برايس اوف كاتشب، وهو محدد لي في امتحان السنه اللي فاتت ما غشناش الولاد، قلنا لهم ايه؟ كومبلمنت فور بيتزا. طبعا انت فاكر في المحاضره الثالثه هو الكومبلمنت والسبستيتيوت دول كنا بنتكلم فيهم في محاضره الديماند ولا السبلاي؟ ديماند. ديماند السلعه المكمله الكومبلمنت، السلعه السبستيتيوت بالظبط. الكومبلمنت كانت بوزيتيف ولا نيجاتيف الكومبلمنت؟ نيجاتيف. نيجاتيف مع مين؟ مع السبلاي ولا الديماند؟ مع الديماند. والسبستيتيوت كانت تاثيرها على السبلاي ولا الديماند؟ الديماند. والديماند بوزيتيف. تعالى نشوف مع بعض. يبقى نفهم من كده ان الاختيار بي والاختيار سي طالما بيتكلم على كومبلمنت وسبستيتيوت اللي هيتحرك مش مين؟ مش مين اللي هيتحرك؟ مش السبلاي. لكن هنحرك مين؟ الديماند. حسب بقى ما موجود قدامي. تعالى بقى نشوف مع بعض الاختيار بي اهو، انا مأكد لك المعلومه اهو. بص يا جماعه الاختيار الثاني ان انكريز ان برايس اوف كاتشب، طبعا عارف ان ده كومبلمنت، لما سعر الكومبلمنت يزيد
يحصل في الديماند؟ علاقه الديماند بيزا هيقل، علاقه نيجاتيف، علاقه نيجاتيف في الكومبلمنت، يبقى الديماند المفروض يحصل له ايه؟ يقل. مش صح كده؟ فبص يا جماعه اهو، بصوا ادي طبعا سب ديماند قديم اهو، انا طبعا عشان الديماند مع سبلاي، ادي التوازن بتاعك اهو، اهو طبعا موجود، وادي الكوانتيتي اهي كيو 1، وادي البرايس اهو بي 1، صح كده؟ طبعا الديماند لما يقل ديماند شيفت ليفت، يتحرك ناحيه الليفت. بصوا يا جماعه ادي الديماند الجديد اهو، ديماند والسبلاي زي ما هو، التوازن الجديد عند اي 2. بصوا يا شباب حصل ايه في الكوانتيتي؟ الكوانتيتي زادت والبرايس، الكوانتيتي قلت ولا زادت؟ ركزوا، حصل ايه في الكوانتيتي؟ قلت. وحصل ايه في البرايس هو كمان؟ قل. هل ده يا جماعه اتفق مع التايتل اللي كان موجود فوق؟ لا ما اتفقش معاه. يبقى تاني اختيار هو كمان اختيار رايت ولا فولس؟ فولس. بص يا جماعه انا كاتب لك بين قوسين اهو، بص كاتب لك ايه؟ سو بي از ايه؟ شايف الكلام؟ اهو انا بعمل لك عليها دايره وحلزون اهو، از ايه؟ ها؟ از ايه؟ فولس. يا شباب عرفنا ليه اخترنا ما اخترناش بي؟ اعتقد ان الرسم هو اللي بيجاوب. بنتنا ندى نظمي، ها؟ يا ندى. اي دكتور ما عرفت السؤال بيك ازاي يا ندى؟ عرفت اهو احنا كده، كان اللي فات ده كان مجرد التريننج، انما ده هو ده المعمعه، دي المعركه. تعالى بقى نشوف ثالث واحده يا ندى. فعلا. اوكي. اوكي ماشي يا دكتور. الاسئله كلها بتيجي كده؟ مش كلها لا خالص نهائي، انا بقول لك احنا كل بص في الامتحان تلاقي فيه سؤالين ثلاثه من ضمن الام سي كيو بالمنظر ده، ليه؟ عشان نميز الطالب الشاطر، بخلينا نقول متفقين انتوا كلكم شطار، بس في طالب اشطر من تاني شويه. لازم نقول مش كل الاسئله كده، ده هتلاقي في الامتحان كله سؤالين من المنظر ده، لكن بقيه الامتحان في مستوى الطالب مش هقول هو شكله ايه. ها دكتور شو امتحان الميد تيرم كام سؤال؟ طب تعالى الاول نشوف الاختيار سي مفتريه وبعدين نكمل، تعالى نشوف الاول مع بعض. ها تعالى ما نشوف مع بعض ان ايه، ان ايه ها الاختيار الثالث ان ايه، ان انكريز البرايس اوف همبرجر. هو كان قايل لي في الامتحان سبستيتيوت، سبستيتيوت علاقه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف بيكوز اوف ديماند. يبقى المفروض لما يحصل انكريز في الهمبرجر ده سبستيتيوت، يبقى انكريز ان ديماند، انكريز ان ديماند اهو بوزيتيف، يعني نفس الاتجاه سيم دايركشن. بصوا يا جماعه ادي سبلايك اهو، مفيش تاثير، السبلاي مش هيتغير، مين اللي هيتغير؟ الديماند، ديماند زي ما اتفقنا بالظبط. ادي هنعمل له شيفت رايت بالظبط، وادي وادي الايه، وادي الديماند القديم اهو، نقطه التوازن بتاعتهم اهي، تنزل تحت تجيب الكوانتيتي اهو، الكوانتيتي الاولى اهي والبرايس الاولاني اهو بي 1. طبعا لما الديماند يزيد، ديماند شيفت رايت اور ليفت زي ما قلت يا بنتي؟ رايت. رايت يبقى حركه ناحيه اليمين، ايدك اللي بتاكل بيها، بتشرب بيها، بتشرب بيها، بتسلم بيها. بصوا يا جماعه التوازن الجديد اهو، اهو بصوا يا جماعه حصل ايه في الكوانتيتي؟ الكوانتيتي زادت. وحصل ايه في البرايس؟ زادت. البرايس زادت. هل يا جماعه، هل يا جماعه ده يتفق مع النتيجه اللي كانت موجوده في راس السؤال؟ لا لا ما يتفقش معاك. يبقى برضه ده كمان اختيار فيشنج. تعالى نشوف الاختيار الاخير، الاختيار الاخير هو نفس الاختيار الاول، بس كان في الاختيار الاول انكريز ان برايس اوف تشيز، الاختيار الاخير ديكريز ان برايس اوف تشيز اهو ديكريز. مره ثانيه الديكريز ان برايس اوف تشيز، الكوست اوف برودكشن، كوست اوف برودكشن يعني بيأثر في السبلاي ولا الديماند؟ سبلاي. سبلاي يا جماعه، بصوا يا جماعه اهو سبلاي يقل، اتحرك ناحيه سوري 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 سبلاي هيزيد عشان نيجاتيف ريليشن بالظبط، لان في نيجاتيف ريليشن، ديكريزنج كوست اوف برودكشن ويل انكريز ذا سبلاي اوف بيتزا اهو. بصوا يا جماعه نقطه التوازن الجديده، بصوا الكوانتيتي حصل لها ايه؟ زادت. والبرايس يا جماعه الجديد حصل له ايه؟ قل. قل. على فكره هو راس السؤال فوق كان بيقول ان الكوانتيتي تزيد، ايكوليبريم كوانتيتي تزيد والبرايس يقل. اشهد ان لا اله الا الله. طبعا انت في الامتحان بتعمل الرسم الكروكي بسرعه، طالب محترف انت، طبعا ان انت بتعمله في الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي، المفترض ان انت في خلال الفتره دي هتكون اتقنت كل الرسومات. خلي بالك، هل الرسومات دي محتاجه حفظ بذمتكم؟ هل دي محتاجه حفظ؟ كل اللي انت في ذهنك تعرف هو اللي تشيز ده يعتبر كوست برودكشن، لما تزيد يبقى الكوست برودكشن، لما تزيد ده يعمل ايه في السبلاي؟ يقلله، يبقى شفته ناحيه الليفت. العكس الديكريز في الكوست اوف تشيز، الكوست اوف برودكشن، يبقى ده هيعمل تاثير نيجاتيف، تاثير نيجاتيف، يبقى هيعمل العكس، يبقى السبلاي يزيد، السبلاي يزيد اتحرك ناحيه اليمين. ارسم رسمتك وشوف الكميه زادت او قلت وقارنها بالتايتل بتاع راس السؤال بتاعك. ها شباب ناردين، بنتنا ناردين وصلت الاجابه يا ناردين؟
دكتور اعتقد كان ده من ضمن الاسئله اللي انت سالتيني عليها، اعتقد كان ده سؤال منهم. اعتقد هو انا سالت سؤال تاني ايوه هوريهولك. اوكي هوريهولك دلوقتي. حاضر على فكره اهو السؤال اللي وراه كان هو ديانا ردين بتاع السيسرلي صح كده مش كده؟ اوكي لان في بنات نوتين في كذا في يعني البنات بالذات بيبقى عندهم يعني شويه اسئله اكتر من الولاد، الولاد مكبرين دماغهم. في بنوته سالتني على السؤال اللي فات وناردين سالتني على السؤال ده. بصوا يا جماعه تعالى بقى ايه واحده واحده. ده السؤال ده صفحه كام؟ ده السؤال ده صفحه كام؟ ده السؤال ده صفحه في السلايد اللي هي بتاعتك رقم 14 ده في بيج 14. بص انا برضو كاتب لك ايه؟ بص انا ناردين كاتب لك ايه ناردين؟ عشان نجاوب لازم ايه ناردين؟ ها؟ نرسم. بص بقى ناردين تعالى بقى بنتنا ناردين نشوف نرسم ايه. بص بيقول لك the effect of increase in post يعني في حاجتين هيحصل فيهم increase، في حاجتين هيحصل فيهم increase. increase in mean consumer ايه؟ ها؟ consumer ايه؟ income and cost of ايه؟ cost of production. لازم تسأل نفسك سؤال، هو الانكم ده كان من ضمن العوامل اللي خدناهم في اهل المحاضره بيأثر في محاضره في محاضره في الديماند بالظبط. يبقى انت لازم تكون طالب لماح. ده هو قال لي ان حصل انكريز في حاجتين من ضمن الديماند هينكريز والسبلاي هينكريز. بس ثانيه واحده بس، ثانيه واحده بس الاول صلي على النبي كده ما تقوليش الديماند انكريز. ثانيه واحده بس، ثانيه واحده بس. الانكم دي اللي هي النورمال جودول انفيرير. الله عليكي بس كده. فالطالب لازم يجي باله ده الانكم ما هو ممكن يكون تأثيره بوزيتيف في حالة نورمال جود، وممكن يكون تأثيره نيجاتيف في حالة ايه؟ انفيرير. يبقى معنى كده ان الانكم انكريز لازم افرق ما بين حالتين. حالة سلعة نورمال انا عارف ان الانكم لما يزيد في النورمال يحصل ايه في الديماند؟ انكريز لان في كونستريليشن. لكن في حالة الانفيرير جود ما بقتش مستوايا، فاكرين؟ ما بقتش مستوايا. ها الحاج راجع من بره بنشوفه ايه يا حاج فرحان في ايه يا حاج الحمد لله تلاقيت بقيت رئيس مجلس الاداره. طب يا بابا طمنا المرتب ايه؟ الحمد لله ولاد المرتب اتضاعف 5 مرات. ماما كانت بتعمل ورقه بتقول له انا نازله اشتري حاجات انفيرير فروزن ميت يوز دي كلوزز، نازله اعمل الاشتراك بتاع البابليك ترانسبورتيشن. الحاجه هيقول للحاجه ايه؟ ها هيقول لها ايه؟ مستوانا. ما بقتش مستوانا بالظبط. فالديماند على الانفيرير جود يزيد ولا يقل؟ يقل. بص يا جماعه يبقى انا هنا في رسمتين، رسمه في حاله النورمال هنرسم فيها ان الديماند زاد ده فعل الانكم، ورسمه في حاله الانفيرير هنرسم فيها ان الديماند يقل. ادي كده ايه اول حاجه حصل في راس السؤال انكريز ان بوست كونسيومر انكم. طب تعالى نشوف مع بعض بقيه السؤال. ان كوست اوف ايه؟ كوست اوف ايه؟ برودكشن. نكمل الكوست اوف برودكشن نيجاتيف ريليشن. نيجاتيف ريليشن مع مين؟ مع السبلاي ولا الديماند؟ سبلاي. جميل جميل. مع السبلاي. يبقى معنى كده ان الكوست برودكشن لما تزيد مين اللي يتحرك؟ السبلاي. السبلاي يتحرك انه يقل يعني يتحرك ناحيه مين؟ الليفت. يبقى معنى كده يا جماعه ان في الرسمتين سواء كانت نورمال او انفيرير الكوست برودكشن لما تزيد في الحاله دي السبلاي هيقل. هيقل والحاله دي السبلاي هيقل. قال لي عليك انك تعمل ايه؟ ترسم الرسمتين دول همت وتشوف بقى يا ترى النتيجه اللي هتطلع لك هتطلع لك ويلنستسرلي اللي ورا ده اللي هيحصل ولا هيحصل حاجه مختلفه. تعمل ايه بقى؟ بص يا جماعه في النورمال اهو شايفين سبلاي وديماند شايفينها؟ شايفين؟ رسمت الوضع الاساسي الاكواليبريم الاول قبل ما يحصل اي زياده، قبل ما يحصل اي زياده. قلت لك سلعه نورمال بابا دخله الانكم بتاعه زاد، الديماند بتاعه على السلعه النورمال يحصل له ايه؟ هو كمان يزيد. And when demand increase, demand shifts right. يبقى حضرتك حرك الديماند بتاعك رايت وانت مطمن. اهو ادي ديماند جديد حركناه ناحيه الرايت. طب والكوست برودكشن لما تزيد حصل ايه في السبلاي؟ هتشفت ليفت. قلت. شفت السبلاي بتاعك ليفت، شفت السبلاي بتاعك ناحيه الليفت اهو. ادي يا جماعه السبلاي بتاعك. البرايس هتزيد والكوانتيتي هتزيد. whatever مش هتفرق معانا اهو. بصوا يا جماعه سبلاي مع ديماند ان نقطه توازن جديده ايا كان. بصوا يا جماعه يحصل ايه في البرايس؟ برايس حصل له ايه؟ هتزيد. زيد جميل. وايا كانت الكوانتيتي اللي تطلع عندك مش هتفرق معانا جميل. طيب تعال نشوف الحاله الثانيه الانفيرير. تعال نشوف حاله الانفيرير.
طبعا احنا قلنا شفت الديماند ليفت ليفت الديماند اللي شفت ليفت انشفته فين ليفت انشفته من ناحيه الاتجاه العكسي صح كده حركه الديماند ناحيه الليفت ادي الديماند الجديد اهو دي 2 والسبلاي ليفت برضو السبلاي ليفت كده كده السبلاي ناحيه الليفت الناحيه الثانيه اهو السبلاي ليفت اهو ادي السبلاي جديد سبلاي مع ديماند تلاقي التوازن الجديد اهو بصوا يا جماعه حصل ايه في الكوانتيتي ها حصل ايه في الكوانتيتي قلت وتفرق مش هتفرق النتيجه اللي تطلع معانا المهم بصوا يا جماعه بصوا بقى اللي والنسيسارلي والنسيسارلي عارف يعني ايه نسيسارلي يعني لازم يعني لازم بالمؤكد increase equilibrium price and equilibrium quantity يا جماعه هل في الرسمتين الكوانتيتي زادت لا لا في رسمه منهم الكوانتيتي حصل لها ايه في رسمه الكوانتيتي قلت صح كده يبقى اذا يا جماعه النتيجه اللي طلعت لي دي ما طلعتش في الرسمتين يبقى الجمله دي جمله صح ولا غلط الجمله دي جمله صح ولا غلط وبعدين هو الانكم مش جايب الايفكت على الانفيريور او النورمال جود بس انا عملت ايه بس انا قلت لك ايه عشان نعمل احتياطنا نعمل ايه يبقى نرسم رسمه النورمال ونرسم رسمه للانفيريور هنلاقي ان النتيجه هنا مختلفه عن النتيجه هنا يبقى الجمله دي جمله ايه الجمله دي جمله ايه غلط طبعا لو كان مفسر يبقى انا هرسم الرسمه بتاعتي على حسب الحاله بتاعتها اوكي ها شباب ناردين بنتنا ناردين ها ايوه دكتور ها هل الدنيا تمام معاكي طبعا انا اهو تمام انا كاتب لكم اهوت يا جماعه اهو الترو اور فولس انا كاتب لك اهو والنسيسارلي لا مش نسيسارلي طبعا انا رسم لك الرسمه لاحظوا ان هنا في حاله البرايس زاد وحاله البرايس زاد البرايس زاد في الحالتين حاله الكوانتيتي زادت وحاله الكوانتيتي قلت هو بيقول لي في الحالتين البرايس يزيد وفي الحالتين الكوانتيتي تزيد لا اقول له لا مش في الحالتين ده في الحاله الثانيه بتاعه الانفيريور واضح ان الكوانتيتي قلت يبقى الكلام ده كلام غلط اخر سؤال في محاضره النهارده وبعتذر على الاطاله جدا بس كان لازم التفاصيل دي نقولها اعتقد هل التفاصيل دي لو ما قلناهاش في المحاضره هل ده يعتبر حاجه كويسه بالنسبه لك ها لا لا اعتقد ان انت كده اهو انا بص انا بوريك ايه بوريك اللي في دماغنا احنا كدكاتره الماده اعتقد انت كده بالنسبه لك داخل الامتحان وانت عارف احنا بنفكر ازاي تعالى نشوف بقى في سؤال تاني اهو كان بتاع الانك والتكست بوكس وبرضه عشان تعمله كان لازم تعمله بصاحب لازم تعمله برسمه بص يا جماعه a decrease in price of ink in price of ايه the cost of production اه الله عليكي قلت لكم المره اللي فاتت الانك بالنسبه للي بيباع التكست بوك الانك يعتبر للتكست بوك يعتبر كوست يعني بيأثر في السبلاي ولا الكوانتيتي سبلايد ولا الديماند ولا الكوانتيتي ديماندد سبلاي سبلاي في السبلاي في السبلاي في السبلاي يبقى يا جماعه هو بيقول لي a decrease in ink المفروض الديكريز في الكوست برودكشن تعمل ايه في السبلاي بتشيفت السبلاي رايت اه هتزود السبلاي يعني السبلاي شيفت ايه رايت بالظبط تعالى بقى نعمل ايه هل يا جماعه هنحرك الديماند هل يا جماعه الرسمه دي هنحرك الديماند لا لا هنحرك بس مين السبلاي ناحيه الرايت فانت لما تيجي ترسم رسمه زي كده بص اهو ادي سبلاي اس 1 وادي ديماند دي 1 وادي الايكوليبريم بوينت اهو اي 1 هنحط كي 1 بالظبط والبي 1 ودي 1 كالعاده كالمعتاد بالظبط خلاص احنا بقينا متعودين اعتقد انتوا اتبرمجتوا يا عيني خلاص يعني وتحط ادي البرايس الايكوليبريم برايس بي 1 طبعا انت هنا هتشفت السبلاي رايت شفته السبلاي رايت وانت مطمن لان مش هتشفت الثاني في حاجه ادي السبلاي رايت بصوا يا جماعه السبلاي مع الديماند تلاقي نقطه التوازن الجديده بتاعتك هنا اهو بصوا يا جماعه اي 2 اي 2 لحظه يا جماعه حصل ايه في الكوانتيتي زادت البرايس قلت والبرايس ماله والبرايس هو قليل بقى بي 2 بالظبط كده يا جماعه لاحظ انه هل النتيجه دي بصوا بقى فوق باللي اه مالها بصوا يا جماعه ويل ديكريز ذا ايكوليبريم برايس هل حصل ديكريز في الايكوليبريم برايس ولا ما حصلش ديكريز حصل يبقى الجزء الاولاني حصل بات انكريز تكست بوكس كوانتيتيز التكست بوك كوانتيتيز زادت ولا ما زادتش زادت يبقى الجمله دي جمله صح ولا غلط الجمله دي جمله صحيحه صح. على فكره الجمله دي انا شاكك ان كانت موجوده في المحاضره اللي فاتت كانت مكتوب جنبها ان هي غلط اعتقد انك كنت كاتب جنبها غلط بس انا كويس كان في سؤال شبيه بده كان فيه كلمه غلط فيه اوكي مفيش مشكله خالص اهو انا هعمل لكم اهو كاتب لكم ايه عشان نجاوب لازم نرسم ونخلي بالنا ان الحبر يعتبر تكلفه انتاج لطباعه الكتب انا عملت اهو بص فصصت لك كل حاجه ممكن تتخيلها ها اتمنى ان انت تكون فاهم اتمنى ان انت تكون مستوعب مش حافظ الماده دي
سهلة جدا بالنسبة للطالب الفاهم. أنا واثق 100% إن طالب زيه. دكتور أسئلة المتر ما تبقى كام سؤال بقى؟ الأسئلة اللي هي بتبقى صعبة دي معقدة؟ لا الأسئلة كلها كام سؤال؟ أنا أتذكر امتحان السنة اللي فاتت هقول لكم المحاضرة الجاية، هقول لكم المحاضرة الجاية. خلاص ديل؟ اتفقنا؟ دكتور هو تمام. المهم يا ندى سمير، ندى كرم، ميار مصعد، نوال اشرف، ندى محمد، ندى نظمي، ميار محمد، ميرا السعيد، ناردين ناجي، الوليد طبعا، الممثلين الجمال، نور الدين وخلافه. يا شباب هل المحاضره النهارده صحيح من فيها كلام كتير بس في الاخر هل انت محتاج انك تحفظ حاجه؟ لا خلص. لا. انا عايزك تعمل ايه بقى؟ انت طالب شاطر وانا عايزك تجيب 100، انا متاكد انك طالب شاطر وده انا واثق 100%. عايزك تعمل ايه؟ هتخلص معايا محاضره النهارده، خد ريست، خد راحه، اتفرج على حاجه فاني كوميدي تمام. على فكره في كويز همديه لكم لغايه بعد بكره، مش مشكله ما تفرقش معاك. في كويز المفروض انه اتفتح بقى له نص ساعه، ربنا يكرمك يا دكتور، هفتحه لكم غد بعد بكره. عايزين لغايه اخر الاسبوع والله يا جماعه، انا ما عنديش مشكله خالص، اي حاجه فيها مصلحه ليكم. وبرده مره تانية نبص للكويز ده، انك كل ما تتعلم وتتدرب اكتر فرصك في الدرجات والنجاح والجي بي اي تكتر. ثانيه ايوه دكتور. هتعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه دكتور؟ بكره بالكتير، بكره بالكتير. ثانيه يا نوال، بكره بالكتير تعمل ايه؟ تذاكر محاضرتك. اوعك يا ابني، اوعك المحاضره دي تتنيها لبعد بكره، اوعك تعمل ده. واوعك تبيت النهارده بكره بعده بكتير الا لما تكون مذاكر الثلاث محاضرات دول كويس جدا، اللي هم كام؟ محاضره 3 بتاعه الديمان، محاضره 4 بتاعه السبلاي، محاضره 5 بتاعه الماركت ايكواليبريم اللي بارت 1 تكملته النهارده مع بعض. الثلاث حتت دول، الثلاثه PDF دول بالفيديوهات بتاعتهم، اقعد جنبهم حطهم كده في عينيك. طبعا انا بعد ما اخلص هعمل زي المره اللي فاتت، هعمل ايه؟ الفيديو بتاع سيكشن ام، لانه كالعاده الطلبه اللي فيه متميزه جدا، وهم طبعا في سيكشن دي كويسين وسيكشن اي كويسين جدا، بس انا كل الحكايه بصراحه ان الكهرباء قطعت مره في سيكشن دي نص ساعه، والكهرباء قطعت معايا في سيكشن تقريبا اي نفس الكلام، نفس الموضوع بالظبط. انتوا الحمد لله، الحمد لله كهرباء ربنا ثبتها يا رب ما قطعتش. علاوه على كده ان انتوا يعني في اخر اليوم، فبن ايه بنتسلى في الماده، ما وريش بعدها محاضره يعني. فانا عايزك تعمل ايه بعد ما اخلص؟ انا هنزل الفايل من على المنصه، اوريدي كده كده موجود على المنصه، يمكن انت ما انتش عارف بينزل ازاي، هو بيقعد 20 يوم على المنصه. انا هنزله، هرفعه على قناه اليوتيوب، هنزله لك. وعامل لك حاجه حلوه، انا كنت عامل فيديو للبرايس فلور والبرايس سيلينج في الصيف، هعمل ايه فيهم؟ هاخد الفيديو اللي انا كنت عامله في الصيف هرفعه لك، يبقى انت عندك تو فيديوز، الفيديو اللايف بتاع النهارده شارحين في البرايس فلور برايس سيلينج، وعندك الفيديو الريكوردد اللي انا عامله قبل كده من الترم الصيفي، هرفع لك الاثنين. بص في ده، بص في ده يا جماعه، الفيديوز دي مهمه جدا، الفيديوز دي مهمه جدا. لما تلاقي نفسك ما انتش فاهم محاضره السبلاي، بص في المحاضره رقم 4 فيديو 4، مش فاهم الديماند بص في الفيديو رقم 3، مش فاهم الماركت ايكواليبريم بص في محاضره 5 ومحاضره 6، هتلاقي الدنيا سهله معاك. خلاص بكره بنتنا اللي كانت بتقول لي في حاجه مش فاهماها عشان المحاضره اللي فاتت، انا بكره موجود في الكليه من الساعه كام؟ موجود بكره في الكليه، اكتبوا المواعيد دي، من الساعه 12 للساعه 2. اوكي، مكتبي فين؟ حد فاكر؟ مكتبي الدور الارضي مبنى العميد. بالظبط، الدور الارضي مبنى العميد. لما تدخل مبنى العميد اسال 1000 واحد يدلك فين مبنى العميد، هيقول لك مبنى العميد اهو. هتسال عمك سعيد، طنط اميره، العامل والعامله اللي موجودين في الدور الارضي، يقول لهم فين مكتب دكتور احمد سعيد، هيقول لك اهي اليافطه بتاعته موجوده. بكره ان شاء الله من الساعه 12 للساعه 2، لو انت عندك اي حاجه واقفه معاك هتهالي، تعالى ما تترددش. بعد بكره يوم اللي بعديه يوم الاثنين، انا موجود في الكليه في نفس الميعاد برده من الساعه 12 للساعه 2، عشان برده مره تانية ابقى انا خلصت ذمتي قدام ربنا، وانتوا في الاول وفي الاخر ولادي. انا ندى سمير فعلا بنتي. ندى بسام، فين ندى بسام؟ ندى بسام، فين ندى بسام؟ مش عارفه، مختفيه. انا هو يا دكتور موجوده. ندى بسام هي طبيعه ندى بسام ان هي هاديه. ندى ونوال اشرف طبعا بنتي، ندى كرم حقيقي، ندى مصعب بنت حقيقي، انتوا كلكم بناتي والله. وندى نظمي نفس الكلام. يا جماعه بكره او بعده اي حد عنده اي مشكله في الماده يجي لي. يوم السبت الجاي ان شاء الله هنتقابل في الكليه بنسبه 99% ان شاء الله، محاضره هتبقى في الكليه في نفس المكان بتاعنا. لو في تغيير، لو في تغيير وحصل ان الكليه قالت لا تبقى اونلاين، هكتب لكم على المنصه وانتم تبلغوا بعض. وانتم كده كده ما شاء الله عليكم اعتقد صحاب وحبايب و100 100. اوكي، اعتقد كان في معانا نورين، فين نورين بتاعت مصنع البلاستيك؟ فين نورين؟ او ناردين، مش متذكر الاسم بالظبط. فين البيزنس وومن بتاعت مصنع البلاستيك؟ اوكي ماشي. اوكي ده حصل سكشن ان يا دكتور، سكشن ان بالظبط. اوكي دي سكشن ان، ممتاز يا ندى بالظبط كده. ها حد عنده اسئله ثانيه؟ نوال،
دكتور هو الكويز اللي حضرتك هتنزله ده عليه درجات؟ لا خالص معلوش درجات. انا عامل المره دي نزلت عن مبدئي معلوش درجات عشان خاطركم يا شباب. يلا بس انا عايزك تعمل ايه؟ الكويز اللي فاتت بس 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 خد 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 الموضوع. لا الكويز اللي فاتت انا والكويز اللي فاتت لا انا اصلا كنت قايل ان الكويز اللي فاتت ما عليهش. انا كنت قايل ان الاسبوع ده هعمل المحاضره اللي جايه ان شاء الله هعمل لكم كده زي ريفيجن هناخدوها مع بعض في المحاضره ان شاء الله في الكليه. هل نعمل ريفيجن ولا مش عايزين؟ يعني الكويز ده واللي فات لا عايزين. عايزين ريفيجن ولا مش عايزين؟ طبعا عايزين يا دكتور. ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله في الكليه على خير باذن الله. ماشي دكتور. قولي يا ندى نظمي هيبقى سيكشر كام؟ ها الميد تيرم لحد الكيتشر كام؟ بنسبه كبيره هيبقى لغايه لغايه ليكشر 5. بس خلي بالنا ليكشر 6 كنا كملنا الماركت اكواليبريم. خلي بالنا الجزء اللي هو بتاع بارت 1 بارت 1 ده داخل في البتاع. هو فكره البرايس فلور برايس سيلينج احنا بصراحه السنه اللي فاتت ما دخلناهوش في الـ في الـ في الـ في الميد تيرم بصراحه. فاحنا كدكاتره احنا حوالي 5 أو 6 دكاتره في الماده هنتفق ده ان شاء الله من هنا اليوم السبت الجاي. ولو كده هبلغكم يوم السبت الجاي خلاص. بس بذمتكم هل البرايس فلور والبرايس سيلينج بذمتكم ده هيعمل لكم ازمه؟ يعني ده حته توتس صغنططه. لا يعني اعتقد يعني يا جماعه لا بس انا يعني كان انا سمير ماركت ايكوليبريم كويس طبعا. انا عارف ان ده سمير ماركت ايكوليبريم طبعا. كلكم كويسين. ها يلا اشوفكم على خير ان شاء الله يا شباب. كل سنه وانتم طيبين. معلش نسبه الويك اند يعني ده الويك اند ليه ده بدايه الاسبوع يعني. ها قولي يا بنتي قولي بتقول. ها هو ينفع في الساعات المكتبيه اللي حضرتك عاملها دي ترد علينا اونلاين برضو؟ لان انا ببعت لحضرتك. هي بس هي بس الفكره كلها ابعتي لي كده كده على فكره. لما تبعتي لي على المنصه انت عارفه ندى ان في امكانيه تبعتي لي مسج مش كده صح؟ على فكره ممكن تبعتي لي مسج فويس. اكتبي او ابعتي مسج فويس او السؤال صوريه وابعته لي وانا هعمل ايه؟ هتلاقيني برد عليك يا صوت يا رد عليك كتابه. اسالي زي ما انا بعت حضرتك كذا سؤال يعني من اكتر يعني كذا شابتر. رديت ولا ما رديتش؟ لا ما رديتش. طب معلش ممكن اكون ما خدتش بالي منها هنا ده. معلش ابعتيها تاني يا بنتي. انا بعتذر لك منها. بس على فكره معظم الناس مشاهدين معانا ناردين هنا يعني ناردين ناجي تشهد ان انا برد عليها. اعتقد هي تشهد لي بالكلام ده. ماشي يلا دكتور يعني ريفيجن الجايه في المحاضره الجايه في الكليه هتبقى ريفيجن عشان الميد تيرم؟ هتبقى ريفيجن او لو هدي حته جديده هتبقى حته صغيره ومش داخله في الميد ترم. بس برضو يعني خلينا نقول نتفق ان انا هعمل ريفيجن في كل الحالات. ماشي يا دكتور. معلش ان في حد كان بيسال هو كده الامتحانات اللي فاتت دي كلها ما لهاش علاقه بالجي بي اي صح كده؟ انا قلت اصلا المرات اللي فاتت ان اول 3 كويزز يا جماعه حد يرد على بنتنا هل انا قلت عليها درجات؟ لا يا دكتور حضرتك قلت تريننج بس. قلت تريننج بس بالظبط كده. وبتاع دلوقتي انا برضه عامله تريننج عشان ندى نظمي خشي المعمعه وانت متدربه يا ندى. مش هنلقي بيكي في الحرب وانت متدربه. يلا شوفوا على خير. حاضر يا دكتور. اكبر من كده؟ ها ممكن مدة الكويز تبقى اكتر من كده يعني بلاش يعني مش نص ساعة عشان ساعات بيبقى فيه مشكلة. هو انا قلت اهو انا همده لغاية بعد بكرة. عايزة ايه اكتر من كده؟ خلاص اوكي خلاص يلا شوف المحاضرة الثانية. المحاضرة اللي جاية ان شاء الله هتبقى في الكلية. هتبقى في الكلية ولو في تغيير يا ندى. ندى سعيد عبد العزيز عبد الرازق غلاب. ندى اختي طبعا ندى سعيد يعني انا احمد سعيد. هتلاقيني هكتب لك يا ندى على المنصة هبلغك بالكلام ده. تمام ميار يا دكتور. ماشي يلا اشوفك على خير. مع السلامه يا ميار. مع السلامه يا ندى. مع السلامه يا نوال. يلا ندى 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 ميار. يلا السلام عليكم. باي باي.